طيب بتقول بقى مني ولا كله؟ Okay, I think I'm on track now. أنا بس حاطط لحضراتكم السلايد ده علشان حاجتين، أولا يعني بريك ذا آيس، وثانيا علشان هيبقى يوسفول إن أنا أحاول أعرف من حضراتكم كده هو الليفل أوف نوليدج بتاع معظم الأودينس في أي حتة، وده برضه ممكن معلومة تفيدنا بيها الدكتورة نزار والدكتورة إيميل. موست أوف أس فيرست يير فيلوز، سكند يير فيلوز، فاينل يير فيلوز. فاينل يير فيلوز يا احمد، وده اساسا كورس مراجعه. التدريس نفسه لسه مش يعني احنا كانت دي اول تجربه لينا، وكانت اقتراح الدكتوره ايمان ان احنا لازم نعمل مراجعات للطلبه اللي داخلين امتحان. امتحان الجزء الثاني اللي هو النهائي هيبقى في 5/9، وامتحان الجزء الاول اللي هو بيبقى ديفايسز، بيبقى يعني على مستوى من الديفايسز برضه، هيبقى في شهر 10. فاحنا ابتدينا بالاي تي اس، لان احنا الاي تي اس كل مره بنعمله بعد الديفايسز، فبتلاقيهم عارفين الديفايسز كويس ومش عارفين اي تي كويس. فده ده الباترن اللي احنا ماشيين عليه. ده مش بيزك، ده مراجعات. مراجعات يعني الطلبه عندهم معلومات كويسه قوي واحنا بنأكد عليها. فحضرتك هتسأل، اللي هيجاوب هم سنه ثالثه والخريجين، او اللي هم سنه ثالثه والناس اللي هم داخلين الامتحان. في ناس داخلين امتحان اوريدي خلصوا. دي حاجه عظيمه جدا ومعلومه مهمه جدا، اذا هيبقى الواحد مور ليبرال في الكلام. طيب ايه راي حضراتكم في التريسنج اللي احنا شايفينه ده؟ طبعا ما فيش اللي يحب يانيوت هيمسيلف او يقول لنا انيوت ماشي، انما برضه طريقه اسهل كتير هي الشات. الاختيار برضه حاجه لطيفه، بس الشات ممكن يكون مفيد لو تحب. فانا هقول لكم احنا شايفين ايه، وعايز حضراتكم يا ريت توصفوا لي وتقولوا لي ايه البوستبل دايجنوز. احنا عندنا اي بي تريسنج، الثلاثه لاينز اللي فوق دول سيرفيس الكتروكارديوجرام، وبعدين في قسطره مكتوب عليها ابليشن كاسيتر، يبدو ان هي سام وير الونج ذا مايكرو ون اوف ذا انيولاي، لانها ريكوردنج فنتريكيولار الكتروجرام وفيتريال الكتروجرام. وبعدين الكورونري ساينس كاستر ريكوردنج فارت فيلد انتريكلر الكتروجرام وشارب نير فيلد انتريال الكتروجرام اند رايت انتريكلر كاستر ريكوردنج سيجنال ذات از ديستورتد باي ا بيسنج ارتيفاكت. فيبدو ان احنا وي ار بيسنج سينس ذات وي ار بيسنج ذا رايت فنتريكل. والسؤال ايه الاوبزرفيشن اللي احنا شايفينها ريكوردنج الاتريال اكتيفيشن؟ ممكن اجاوب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور انور. نعم دكتور انور. دكتور انور تفضل. ربنا يخليك. هو انا شايف امامي كده اي بي ام في 3 سيرفس اي سي جي وابليشن كاتيتر، وفي سي اس كاتيتر او في سي اس كاتيتر مرتبه من البروكسيمال الدستر، وفي ار بي كاتيتر، وفي بيسنج سبايك على الار بي وهو كاتيتر وواضح في النيجاتيف كيو ار اس في جي 1، يعني فعلا من الرايت فنتريكل، ومن طريق اكسنتريك اتريال اكتيفيشن. الايرلس اي واضحه على سي اس 3 و4 وسي اس 1 و2، وده بيثبت لي وجود اكسسري باث واي. تمام فقط. عظيم جدا. دكتور انور بيقول لنا ان انا علشان اعرف الباترن اوف ريتروجريد اكتيفيشن هو ده نودال اكتيفيشن ولا اكسسوري باث واي اكتيفيشن، مفيد جدا ان انا ابص على السيكونس اوف ديفرنت اكتيفيشن ديورنج فنتريكولار بيسنج. الاستارت الهيس يا جماعه دي بتمثل تحديدا الانتيريور بارت اوف السيكونس. استارت البروكسيمال كورونري ساينس اللي هي بتبقى ليبل دايما سي اس 9 دي قسطره بتمثل الاكتيفيشن في البوستيريور سيكونس simply because of the anatomy of the coronary sinus artery. والقسطرة اللي labeled الالكتروجرام اللي labeled CS12 ده غالبا بيدنوت a distal location within the coronary sinus، فبيقول لنا الاتريال activation far in the left side of the heart، تحديدا ال lateral wall of the left atrium. فلما نبص على sequence of atrial activation
while inside the coronary sinus ده معناه ان this is not a nodal conduction، لان النودال كوندكشن لازم يبقى السيستم اكتيفيتد الاول وبعدين الريست اوف ذا فري وولز سواء اوف ذا رايت اتريوم او ليفت اتريوم. فلما تلاقي الليفت اتريوم اكتيفيتد ايرليير كده عن السيستم سواء البروكسيمال سواء البوستيريور سيستم او الانتيريور، ده معناه ان ده اكسنتريك اكتيفيشن ويدينوت اكيد ان العيان ده عنده ريتروجريد كوندكتنج اكسسوري باث واي، الانفلس بتطلع فيه بدل ما تطلع في اليورين. طيب السؤال what about this؟ This is another electrocardiogram بيورينا surface ECG again واستارت ابليشن again تبدو somewhere along the annuli because there is a ventricular electrogram as well as an atrial electrogram. وبعدين في coronary sinus catheter، coronary sinus catheter دي recording دي، وبعدين near field sharp دي مورية pacing spike، ده معناه ان انا بعمل maneuver شبه اللي انا كنت بعمله المرة الفاتت انا هم pacing the right ventricle. السؤال ايه اللي مختلف المرة دي in terms of the sequence of atrial activation؟ لو في حد من الزملاء يحب يرد. شايف عبد الحافظ معاك، احنا ناخد فريق من عندك، واحد من عندك واحد من عندي، يلا منافسة شريفة. يعني عبد الحافظ عرفت تقول لنا معاك؟ هو الاي جي ام الاولاني كان على الانيولا سكان اللي هو الكريشن كيستر، ولكن واز نوت ابوت سايد فور ابليشن، لكن هنا التريسنج ده موضح ان في على الابليشن كيستر مرحله الليفنج والابليشن. احنا عايزين نتكلم about the sequence of atrial activation. الفكر ان الحته في الاتريال الاول is it the septum or the free wall of the left atrium؟ هو هنا الفلوكس ان الايرليست بارت الايرليست اتريال اكتيفيشن على واحد واثنين. تمام. طيب هو لو قصدك على ابليشن واحد واثنين هم تقريبا على ابليشن واحد واثنين وابليشن ثلاثه اربعه ده الاتريال الكتروجرام اهو. يعني في الاكتيفيشن البروكسيمال وبعدين as we go by across the coronary sinus بيحصل ان الاتريال اكتيفيشن بيبقى ليه، وده معناه في الحاله دي ان السيستم اكتيفيتد الاول وبعدين الفري وول بتاع اللفت اتريوم. طب السؤال هنا كون ان السيستم اكتيفيتد الاول وبعدين الفري وول بتاع اللفت اتريوم، هل ده معناه ان الضغط اللي احنا شايفينه ده از نودال كوندكشن؟ هو يعني مش شرط، يعني ممكن يكون اكسترو بس واي برضه رايت سايد. خلينا نجاوب على الثاني. المهم قوي ان احنا نبريشيت الشرط ده. يعني في السلايد اللي قبل كده يا جماعه اللي هو السلايد ده احنا كنا واثقين 100% اوفر ليفت سايد اكسسوري باث. في حين لما الكونتراكشن بيبقى كونسنتريك كده يا ريت دكتور احمد نعمل بعدين علشان الويب. لما الكونتراكشن بيبقى كونسنتريك كده يظل الميلين قادمين، قد يكون ده نودال كونتراكشن نقول از سبتم فالجليست. احنا كنا بنقول ان يكون ان الكونتراكشن از كونسنتريك ده دائما يقبل الاحتمالين ان يكون ده retrograde conduction over the AV node او retrograde conduction over the septal accessory pathway. المنظر هيبقى the same، وبالتالي لازم يكون في طريقه نعرف بيها ال concentric activation ده نفرقه سواء كان nodal core conduction ولا كان conduction.
هنا بيجي دور المانوفرز اللي بنعملها during normal sinus rhythm. وعايز حضراتكم تحاولوا تركزوا معايا في اول كونسبت ده، الكونسبت اوف ديفرنشال رايت فنتريكولار بيسنج. ايه الكونسبت بتاع الديفرنشال رايت فنتريكولار بيسنج ده؟ هو بيعتمد على معلومه بسيطه. احنا عارفين الامبلس بتنزل along the ilinodal axis, the S bundle, the bundle branches, and then the right bundle would bifurcate into terminal histopathology fibers, and then each histopathology fiber will supply a group of cardiac myocytes. المعلومة بتقول ايه؟ ان احنا علشان نقسم الفنتركل ونقدر نطلع للاتريان لازم الفيسنج بتاعنا يبنتريت الهيستوكيمي سيستم ده through the distal terminal endings of the right bundle. يعني ببساطة الستيمولس ما ينفعش يبنتريت الهيست bundle ولا يبنتريت الرايت bundle إلا لما يعدي على الايه الرايت bundle. طيب ازاي حياتنا مفيد في التفرقة؟ تخيل حضرتك ان احنا بنقيس في الايبكس اوف ذا رايت فنتركل، فالامبلس بتضطر تقطع المسافه دي اللي هي يا دوبك تخش في الرايت باندل من الايبكس، وبعدين تطلع في السبتم الونج ذا رايت باندل، وبعدين الايس باك باندل، وبعدين الايبي نود، وتوصل للايبكس. طيب تخيل بقى ان حضرتك هتقيس سموير الونج ذا بيز. When you pierce the base, the impulse will not be able to penetrate the proximal right bundle, will not be able to penetrate the disc. It will have to go down, it will have to come down the apex of the heart, penetrate the distal terminal endings of the right bundle, then come back again along the septum, the his bundle, the AV node, and then the AV. وده معناه ان الايبكس بتاع الهارت is physiologically and electrically closer to the AV node than the base of the heart. عكس الاناتومي، الاناتومي طبيعي ان base of the heart is closer to the AV node عن الايبكس. physiologically and electrically الوضع معكوس. الايبكس of the heart is closer to the AV node عن البيز اوف ذا هارت. طيب ده هيبقى ايه الامبليكيشنز بتاعته؟ الامبليكيشنز بتاعته ان if you look at this tracing, this is a basal على ايد حضراتكم الشمال versus apical right ventricular pacing. كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت تشوف المسافه من الستيمولس اللي هي البيسنج سبايك بتاعك للاتريال اكتيفيشن in the base versus الفيسنج سبايك تو اتريال اكتيفيشن ان ذا ايبكس. If you have a nodal conduction يعني العيان ده عيان نورمال ما عندوش اكسسوري باتو، ايه اللي هيحصل؟ زي ما اتفقنا الايبكس از فيسيولوجيكلي كلوزر تو ذا ايبي نود، لان الامبكس يا دوبك هتنتريت الديستال رايت باندل تطلع بسرعه في السبتم وتروح الاتريال طوالي. عشان كده الستيم اي تايم هيبقى ريلاتيفلي شورت، الحاله اللي حضراتكم شايفينها دي 158 ملي سكند، في حين ان لو انت بتقيس من البيز اوف ذا هارت الامبلس لازم تنزل تحت الاول، لان مش هتعرف توصل للنود من فوق، والبنتريت الديستال تيرمينال اندنجز بتاعت الرايت باندل وبعدين تطلع تمشي نفس السكه، يبقى انت زودت على المسافه بتاعت الامبلس المسافه من البيز اوف ذا هارت لحد الاكس. عشان كده الستيمولس تو اتريال اكتيفيشن تايم تلاقيه از لونجر وين يو بيس فروم ذا بيز. ده از كاركترستيك اوف نودال في اي كوندكشن. طب عايز حضرتك بقى تتخيل معايا ان العيان ده عنده اكسسوري باثوي زي الحاله دي، ايه اللي هيحصل؟ لو انا بقيس من البيز اوف ذا هارت وجود اكسسوري باثوي، وتحديدا لو كان رايت سايد الاكسسوري باثوي، طبيعي جدا ان الانفلس تقدر توصل بسهوله جدا تو ذا اتريوم اكروس ذا اكسسوري باثوي، لان ده تيشوز انسيرتد جوه البيزال فنتريكولار مايكارديا،
ده كان بيسنج هياخد وقت اطول، لان هو هياخد وقت اللي هيمشي فيه من الايبكس لحد ما يوصل للبيز اوف ذا هارت اللي انسبتد فيها الاكسسوري باكج. طب تعال نشوف تريسنج للحكايه، ده النودال كوندكشن اللي احنا لسه شايفينه. طيب ده اكزامبل لعيان عنده اكسسوري باكج، ايه اللي انا شايفه في التريسنج ده؟ انا شايف سيرفيس اي سي جي، هاي رايت اتريال كاسيتال، اس باندل الكتروجرام، كوروناري ساينس الكتروجرام، رايت فنتريكل ابيكال الكتروجرام. السيرفيس اي سي جي وادي السيرفيس اي سي جي، والهاي رايت اتريال موادي هاي رايت اتريال الكتروجرام، الاس باندل موريه اتريال الكتروجرام وليس الكتروجرام، والسي اس موري شارب اتريال الكتروجرام، والار بي موري رايت فنتريكل الكتروجرام. ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا اقارن البيز اوف ذا هارت بيسنج فيرسس الايبكس اوف ذا هارت بيسنج. لو بصينا على الستيم تو اتريال الكتروجرام فاين هنا هنلاقيه سيجنيفيكانتلي شورتر عن الستيم تو اتريال الكتروجرام في حاله البيسنج فاين. طب ده معناه ايه؟ اكيد العيان ده عنده اكسسوري باكوي، لان الاكسسوري باكوي هي اللي انسرتد في البيز. فلما بيز فروم ذا بيز اوف ذا هارت طبيعي الانفاس تطلع بسهوله along the pathway وتدي short stimulus to atrial time. في الحاله دي كانت 44 ملي سكند، في حين ان ده خد وقت طويل جدا عشان اوصل للابيكس. In this particular case was 106 ملي سكند. فده الكونسبت بتاع الرايت فنتريكولار بيسنج. النودل النود قريبه من الابيكس، البيسنج من الابيكس هيبقى شورتر عن البيسنج من البيز. العكس بالظبط صحيح لو انت يو ار ديلينج وذ باكج، البيسنج من البيز هيؤدي الى شورتر اس اي تايم ذان بيسنج فروم ذا ابيكس. تمام. طيب هل في بيت فولز للحكايه دي؟ طبيعي. طب تعالوا نفكر في البيت فولز اللي احنا كاتبينها دي ونشوف ازاي ممكن ينتج عنها خطا في المانوفر ده. والله لو انت ديت وذا ديكريمنتال اكسسوري باك واي، يعني ايه ديكريمنتال اكسسوري باك واي؟ يعني باك واي هاز سلولي كوندكتنج بروبرتيز. طبيعي من ممكن الاستراكشر البطيء اللي هو الاي بي نود ده يبقى ايفن سلوور ذان، يبقى ايفن سلوور ذان ديكريمنتال الباك واي السريع ده اللي انت واخد عليه، ما يبقاش هو ده الوضع، ويبقى سلوور عن الاي بي نود، فيؤدي الى ان الديفرنشال بيسنج بتاعك يبقى ماسك اب. طب what if you are dealing with a distant left-sided accessory pathway مثلا؟ طب ما هو طبيعي الانفاس دي مش هتاخد وقت قصير عشان تطلع across the right-sided pathway، لا دي هتطول لانها مضطره تسافر to the left side of the heart وتطلع للاتريوم. طب لو العيان ده عنده right bundle branch block، يعني لو الانفاس مش عارفه تطلع من الرايت bundle، طب ما ده هتضطر انها تعمل ترانسكتال كوندكشن وبعدين تروح للليفت باندل، وده هيؤدي الى البرونجيشن فروم ذا ستيمولس تو اتريال اكتيفيشن تايم. طب وات اباوت ذا رايت باندل ترمينيتس انت ميد سبتم؟ ده احيانا بيحصل. الطبيعي اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيؤدي الى الفسيولوجي ده هو ان الرايت باندل تبقى بتبنتريت لحد الابيكس اوف ذا هارت. طب لو الرايت باندل دي terminates at the mid septum، طب ما هو طبيعي البيزال بيسنج هيبقى equidistant من ال terminal part of the right bundle in comparison to the apical pacing، فده ممكن يؤدي الى messing up of your measurements. فعشان كده اللي حضرتك محتاج تركز فيه ايه؟ انك تبقى عارف ان المانوفر ده دوره انه يكسكلود septum non-decremental accessory pathways in the presence of an intact physiologic right bundle. كل الحاجات اللي انا قلتها دي انت تقدر تعرفها باستثناء هي الرايت bundle بتترمينيت فين. دي ممكن تكون حاجه صعب معرفتها الالكترو فيسيولوجي. تمام؟ طيب المفروض ان احنا ده اول مانوفر هنتكلم عنه.
فأنا هبص بسرعة في الشات أشوف حضراتكم كاتبين حاجة ليها علاقة بالأسئلة ولا لأ. في حد من الزملاء بيقول إن الصوت كان جوز problem. لا يا أحمد الصوت كويس. ممكن أقول لك السؤال اللي ما جاوبتوش حضرتك بس عشان أنا متابعة للشات. في من محمد مدحت: Is this applied to accessible pathway in the system؟ يعني هل ممكن هو بالظبط هو ده بالظبط الإجابة اللي إحنا بنعمله للستة الأكسسوري هدفه إنه يكسكلود ستة نون ديكريمنتال أكسسوري باثوي. تمام؟ تمام. مفيش أسئلة تانية يا أحمد، ممكن حضرتك تكمل. ماشي، شكرا جزيلا، متشكر جدا لمساعدة حضرتك في حكاية الشل ده. يا مدير ألف مبروك. I'm responsible for that. بس أحمد لا تشغل بالك بيه، أنا عندي فتحة طلبتين وحاجتين. متشكر جدا. المانوفر الثاني يا جماعه اللي مفيد جدا في نفس السيتويشن ده، ان انا استبعد اسبت النون ديكريمنتال اكسسوري باك واي، هو مانوفر اسمه ورا اس ام بيس. بيعتمد تقريبا على نفس الفسيولوجي اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده. فخلينا مع بعض نشرحه. يعني ايه الفرق بين الفرا اس ام بيس ده؟ الفرا اس ام بيس هو مانوفر بيستخدم فاريبل degrees of voltage. يعني we use pacing at a high voltage at the parahessian region and we compare it to pacing using low voltage at the same region. ازاي بنعمل المانوفر ده وايه قيمته وازاي بنعمل له interpretation؟ الدايجرام اللي انا بشاور عليه ده يا جماعه بيوري pacing at the parahessian region at the high voltage، وحتى شايفين العلامه بتاعت الالكتريك كارنت لسه ريلاتيفلي لارجر من ده. ايه اللي هيحصل لما نعمل كده؟ لما نعمل كده هنقيس الفنتريكولار مايوكارديوم اللي تحت القسطره، وكمان عشان احنا بنقيس at a higher voltage هنقدر نكابتشر الهيست تيشوز سيلف، يعني الشيس الفايبرز اللي محوط الهيس باندل ده اللي كان بيمنعنا ان احنا نبنتريت في المانوفر اللي فات، هنقدر المره دي نعمل له بنتريشن عن طريق ان احنا نستخدم هاي فولتج. طب ده هينتج عنه ايه؟ والله وانس ان انت كابتشر الهيس الانبوتس بسهوله جدا هتطلع بروسيس كنت ده اتريم، ما بقتش بقى محتاجه تنزل تحت لان انت خلاص كابتشر ده اتريم اوريدي. طيب عظيم جدا. طب ليتس دايل داون ذا اوتبوت، خلينا نقلل الفولتج من 20 ل 15 ل 10. سام بوينت ايه اللي هيحصل؟ سام بوينت الفولتج الصغير ده يا جماعه مش هينجح غير في ان هو يكابتشر اللوكال فنتريكولار مايكارديوم بس، مش هيعرف يفنتريت الفايبرس تيشو اللي حوالين الهيس، وبالتالي مش هيعرف يكابشر الهيس. ولما ما يعرفش يكابشر الهيس ايه اللي هيحصل؟ الانبس ما بقعدش كنا بنقول ان احنا بنقلل الفولتج، ولما بنقلل الفولتج ونقوم نكابشر ذا فنتريكولار مايوكارديوم اند نوت ذا هيس، وونس ان احنا بنوصل هيس كابشر ذا انبس هاز تو كام داون ذا رايت باند ذا فنتريكل اند ذن penetrates the right bundle retrogradely at the apex of the heart, they come up the right bundle again, the AS bundle, the AV node, and then goes up to the atrium. ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى إن if this patient has only nodal conduction, the stimulus to atrial electrogram time is significantly shorter when you capture the AS versus when you lose AS. طيب تعالوا حضراتكم نوري اكزامبل للمنظر ده. ده تاني دايجرام كرتون بيوري what is going to happen if you have just node, just any node, and you start to do parahessian pacing. When we do a high voltage pacing, we will capture the hiss, the inputs will go up the atrium directly, no time at all. When we lose his capture, the impulse has to go down
to the apex of the arm, penetrate the right bundle retrogradely, come up the hips, and then go to the atrium, which will lead to significantly longer time if you lose his capture. تعال بقى نشوف في الالكتروجرام ده هيبقى منظره عامل ازاي. لما بنقيس الهيس والمايكارديا يا جماعه اتريلاتيفلي هاي امبليتيود، ده بيؤدي الى ان الكيو ار اس كومبلكس از ريلاتيفلي نارو. ليه بيبقى ريلاتيفلي نارو؟ لان في جزء من الفنتريكولار مايوكارديوم ده اكتيفيتد من دايركت مايوكارديال كابتشر، وده اوبفيسلي هيبقى ريلاتيفلي وايد. بس في كمان جزء من المايوكارديوم بيبقى اكتيفيتد داون ذا هيس باندل اكسس، لان احنا وي كابتشر بارت اوف ذا هيس تيشو، ففي بارت اوف ذا فنتريكولار مايوكارديوم هيبقى اكتيفيتد اكروس ذا هيس بيرجنجي سيستم اكسس. فعشان كده الـ addition of those two يؤدي إلى relatively narrow QRS complex. طب تعالى عشان نفهم الحتة دي نعرف هو إحنا لما نلوس الـ his capture إيه اللي هيحصل؟ ساعتها إحنا بنقيس ventricular myocardium cube، ده يؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى إن QRS complex الـ phase هيبقى wide زي ما حضراتكم شايفين كده، لأن المرة دي بقى كل الـ ventricular myocardium activated through cell-to-cell myocardial transmission، مفيش his capture خالص. طيب ايه الريسبونس؟ هنبص على الستيمولس اتريال ديوريشن. الستيمولس اتريال ديوريشن لما كنا بنكابشر الهيس كانت ريلاتيفلي شورت، لان انا طلعت طوالي تو ذا اتريال. انما when I lost his capture ايه اللي حصل؟ الانبوتس اضطرت تنزل في المايكارديوم، تطلع ريتروجريت في الباندل برانشز هيس، وبعدين اخيرا توصل للاتريال مايكارديوم. فلما نقارن الستيم اي تايم ده بالستيم اي تايم ده اللي هي سيجنيفيكال شورت، هو ده الهول مارك بتاع الباراليسيال بيسنج ان ذا بريزنس اوف بيور نودال كوندكشن. طب تعالى نفهم ايه اللي هيحصل لو عملنا العكس، لو شفنا العكس، لو كان العيان ده عنده اكسسوري باتو. طيب ده الدايجرام اهو، ده عيان عنده اكسسوري باتو يا جماعه. طب ايه اللي هيحصل لما هستخدم الهاي فولتج؟ لما هتستخدم الهاي فولتج شويه هيحصل لهم كابشر من الاس ماي باندل، وهتطلع يحصل مثلا اكتيفيشن، مش كده؟ انما كمان البيزر مايوكارديال ده انسبتد فيه الاكسسوري باثوي، فالامبلس برضه هتطلع اكروس ذا اكسسوري باثوي اكسس، مش كده؟ طيب تعالى بقى نلوز هيز كابتشر. ونلوز هيز كابتشر ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه خالص. ليه؟ لان الفنتريكولار مايوكارديال ده باثوي انسبتد فيه، فطبيعي جدا ان الانبلس هتطلع along the accessory pathway to activate the atrial myocardium. يعني ببساطه if there is an accessory pathway the impulse does not care much about whether the his is captured or not. لان ببساطه في سكه ثانيه الانبلس هتطلع بسهوله along this route to the atrium. طب تعالى بقى نشوف الدايجرام بيوري ازاي المنظر ده. طيب ادي هو الدايجرام اهو in the presence of this green structure that is the accessory pathway. هقيس الهيس، لما هقيس الهيس في شويه هيطلعوا هنا وفي شويه هيطلعوا across the pathway. طب when I lose the his capture ايه اللي هيحصل؟ Still the impulse will go up the accessory pathway and activate the atrium. طب وده يتكلم ازاي؟ بشكل الكتروجرام تعال نبص ادي الفات بيتس اهي. الفات بيتس دي denoting ايه؟ denoting only myocardial capture، لان المين برانت اوف ذا مايكارديوم از نو اكتيفيتد ثرو سيل تو سيل مايكارديال ترانسميشن، فلازم الكيو ار اس كومبلكس يبقى وايد. طيب تعال نشوف النارو بيتس. النارو بيتس دي اخبارها البيتس اللي فيها شويه هيس كابتشر وشويه مايكارديال كابتشر. طيب تعال بقى نقارن الهيس ستيمولس اتريال اكتيفيشن ما بين الفات بيت وما بين السكيري، تلاقي ايه اللي حصل؟
It is strictly the same, 165 milliseconds. There is no difference whatsoever. The DVX of the image, the impulse does not care much about capturing the hiss. And then we have another route where the impulse can go up to the edge of the engine. But that is the figure that the price can be. The figure is like the international operator or the hiding. Here's why pitfalls. The pitfalls are the tantabic and the differential basing, tantabic and the parahesian basing. It's not buried in accessory pathways far off the septum. لأن ببساطة في تايم هيتاخد عشان الإمبلس توصل للباتويز البعيدة دي it will mess up your numbers. كمان it's not valid when dealing with a decremental accessory pathway لأن the numbers again will be all over the place. طيب لو أنت في البيس على سايكل لينس عالية يعني أنت لو بتحاول تعمل الباراهيسيوم بيسك ده for some reason or another على 400 ملي سكند وبعدين الريفراكتري بيريد بتاعت الاكسسوري باث واي اللي هو موجود ده 450 طب ايه اللي هيحصل؟ طب ما هو الاكسسوري باث واي ده هيبلوك والانفلس هتطلع الونج لون وهتديك انذر ريسبونس اند ذير از ا باث واي ذات يو ميس بيكوز يو ار بيسينج فاستر ذان ذا سايكل لينس ذان يو شود بيس ات فعشان كده واحنا بنعمل الكواليشن بيسينج ضروري ان احنا نعمله ريلاتيفلي slower pacing زي مثلا 500 ملي سكند 600 ملي سكند something in this range. احد الحاجات اللي احيانا تلخبط ال partition pacing ده هو ان يحصل interval capture. يعني ايه يحصل interval capture؟ المفروض ان انت بتقيس في ال partition region. لما بتقيس في ال partition region دي منطقه ما بين الاتريوم والمانتيكل احيانا بتبقى انت عايز تكابتشر الفنتريكولار مايكارديا والهيس بس اصطادك از ريكوردينج افار في الهيدرال سيجنال. If you base and succeed in capturing this atrial signal طبيعي ان الستيمولس تو atrial signal تبقى very very low unphysiologically low يعني بيقول ان الرقم 40 ملي سكند لو لقيت الستيمولس تو atrial signal 40 ملي سكند او لس اعرف ان انت probably you're capturing the atrium وبالتالي ال response to paradisian pacing عندك cannot be interpreted properly. اوكي؟ وهنوري لحضراتكم الحكايه دي ليتا اون. طيب ده ال paradisian pacing وكده بنكونكلود المانوفرز الكومن اللي احنا بنستخدمها during normal sinus rhythm. I would like to ask you to remember if there is something that we need to respond to. مفيش حاجة في الانتاج أحمد. You can continue. If you want to ask the people أي حاجة يعني at the end or the middle you can. Yeah, I will ask them if they are following what I'm saying. Because we don't want to skip things that we can go through or at least through some other interpreters. Please let me know if there is anything that is not clear. الكومنت ده موجه لسنه ثالثه وسنه ثانيه واللي سنه ثالثه اللي هم المفروض يدخلوا الامتحان القادم يعني. سنه اولى لا، سنه اولى اتعلموا بس وفهموا اللي تقدروا تصوروا. ثانيه وثالثه واللي داخلين الامتحان. اتفضل دكتور احمد خالص، ما فيش حد قال حاجه. عظيم جدا يا فندم. الجزء الثاني يا جماعه من البرزنتيشن هنكلم حضراتكم فيه عن البيسنج مانوفرز ذات وي دو ديورينج نارو كومبلكس تاكيكارديا وهو ده في واقع الامر المين برانت اوف ذا برزنتيشن. طيب عايز اجو كويكلي ثرو ذا ميكانيزمز اوف ذا موست كومن فورمز اوف سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا وهما ثلاث انواع حضراتكم عارفينهم باي ناو المفروض. الايفي نودال انترن تاكيكارديا، الايفي دي انترن تاكيكارديا، والاتريال تاكيكارديا. الايفي نودال انترن تاكيكارديا دي سيركت ريليتد تو ذا نوت اند ذا هيفي نودال تيشو. اشهر نوع فيها باي فار هو النوع اللي بيستخدم اسلو باك واي فور انتي جريد كوندكشن يعني الامبلس وهي رايحه في اتجاه الفنتريكل بتبقى longer slow pathway
الريتروجريد او في الدايركشن الادفانتك للايجن. ده بينتج عن ايه يا جماعه في السيرفيس اي سي جي؟ بينتج عن ان العلاقه ما بين الكين والنكست ار از ا فيري لونج بي ار انترفال. والعلاقه وده بسبب ان الانبوت از جوينج داون سلو باث. قلنا ان الانبوت نازله من الاتريوم للفنتركل اوفر سلو باث، فده طبيعي يؤدي الى ان البي ار انترفال تبقى فيري لونج، في حين انها طبعا الفنتركل للاتريوم اوفر ريلاتيفلي فاست باث، وده هيخلي العلاقه ما بين الار والنكست بين از فيري شورت. وده بيخلي الاي دي ام ار تي اللي هي اشهر نوع من انواع الشورت ار بي تاكيكارديا، وهم اصطلحوا انه يسموا التاكيكارديز بالار بي انترفال راذر ذان البي ار انترفال. فعشان كده خليك عارف ان المنظر ده هو منظر تيبيكال اي دي ام ار تي. ده مش معناه ان ده هو المنظر الوحيد. احيانا الريلاتيف كوندكشن فيلوسيتيز بتوع التو باثويز دول بتختلف، فده يخلي المسافه ما بين الار والبي وبالتالي البي والار اللي بعديها تختلف. فممكن البي ويف اللي حضرتك شايفها لاصقه في الكيو ار اس كومبلكس دي تترحل هنا او هنا او هنا او هنا على حسب الريلاتيف كوندكشن فيلوسيتي. بس الانواع دي كلها تمثل ليس ذان 5% اوف ذا كيسز and it is termed the atypical force. طيب النوع الثاني هو الـ ART، وادام احنا بصدد الكلام عن النور كومبلكس تاكيكارديا يبقى ضروري بنتكلم عن الاورثودروميك فورم. الاورثودروميك فورم ده اللي هو الفورم اللي الامبلس بتنزل فيه داون ذا اي نوت في الانتي جريد نورمال دايركشن، وعشان كده سموها اورثودروميك، وتطلع اب ذا اكسسوري باثوي عشان تاكتيفيت الدي. طبعا النوع بيبقى نارو كومبلكس لان الانبوتس از جوينج داون ذا فنتركل اند اكتيفيت ذا فنتركل اوفر ذا نورمال ديسبركينجي سيستم. طيب هو الليفي نوت اكسس ده ريلاتيف تو ذا باثوي از ات سلوور كوندكتنج ستراكشر ولا فاستر؟ ديفنتلي سلوور ان 95% اوف ذا. وعشان كده التيبيكال فورم بتاع الاورثودونيك ايفري انترن تاكيكارديا دي يا جماعه هو اجان شورت ار بي تاكيكارديا. جت منين الحكايه دي؟ ما هو ادام انا جوينج داون اوفر ريلاتيفلي سلوور باث واي من الاتريوم للفنتركل يبقى طبيعي البي ار انترفال تبقى ريلاتيفلي لونج، انما انا جوينج اب تو ذا اتريوم اوفر ريلاتيفلي فاست باث واي يبقى طبيعي الار بي انترفال تبقى ريلاتيفلي شورت. عشان كده الاورثودروميك اي دي ار تي هي تاني اشهر نوع من انواع الشورت ار بي تاكيكارديا. عظيم جدا. بس ده مش معناه ان الكيو ويف هيبقى مكانها هنا على طول، لا ده في less than 5% of the cases where this accessory pathway is even slower than the any node. طب وده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان الكيو ويف تترحل هنا او هنا او هنا. بس خدوا بالكم يا جماعه الكي دي عمرها ما تنزل في الكيو ار اس كومبلكس اللي بيها ابدا في حالات الاي دي ار تي. ليه الكلام ده؟ لان السيركت دي از ان سيريس سيركت، فمهما كان الاكسسوري باثوي ده فاست ومهما قلت لي ان ده اسرع باثوي في الدنيا وكمان ده سكتر باثوي فهو قريب من الاي دي نود، هقول لك بس خد بالك ان في وقت بتاخده الامبلس عشان تنزل اكروس ذا هيست باندل ذا باندل برانشز ventricular myocardium till it goes to the accessory pathway. مهما كان الباثوي ده سريع ومهما كان اللوكيشن بتاعه برضه في اتليست 70 ملي سكند تقدر تقول عليه منطقه محرمه بعد الـ TRS complex ما تجيش فيه تي ويف ابدا. وده اللي بيميز النوع ده من التاكيكارديا عن الـ AVNRT اللي بتيجي تي ويف فيها لازقه في الـ TRS complex. ليه لازقه في الـ TRS complex؟ لان دي كانت بارلل سيركت. يعني ايه بارلل؟ يعني مش محتاج تعدي على كل الكومبوننتس بتاعت السيركت علشان تكتمل السيركت. السيركت كانت بري نودال تيشو والاتريوم والفنتركل اكتيفيتد فيها سيمالتينيسلي از باي ستاندرد. يعني نظريا ده دايما بيقول لو حضرتك
شركة إيثريوم والفاليو، لكن من التاكيكارديا شركة، التاكيكارديا شركة هتكمل تمام. ويجي بعد كده آخر نوع من أنواع السكر بنتركي للتاكيكارديا وهو الإيثريوم، ودي على عكس النوعين التانيين is a long arterial tachycardia. يعني غالبا الكويف بتقع في النص الثاني من الار ار انترفال، ده معناه ان الرول دي ما بتتكسرش. less than 5% of the cases الكويف دي بتتحرك ايه. انا اظن ان انا جنب الروضه دلوقتي فمفيش حاجه اقدر اعملها اكتر من كده. بص احنا سمعناك لحد ايوه لحد ما قلت ان هي ايوه بالظبط دي ايه التكاكيا وان الكيرف هتترحل كده دي اسمها. طب تمام. وانا ليه بقول الكلام ده؟ لان هم دول الثلاثه اوكي، لان هم دول الثلاثه تكيكارديز اللي احنا هنستخدم المانوفرز اللي احنا هنقولها دي علشان نفرقهم من بعض. طيب عظيم جدا. لما بنيجي نفرق نشخص اس في تي عندنا شويه حاجات بريل if you're dealing with a young male with very fast tachycardia you're probably dealing with an accessory vascular immediate tachycardia. في حين ان انت if you're dealing with a 35 year old lady with history of tachycardia that happened only 2 years ago probably you are dealing with heavy nodal tachycardia. بس طبعا الكلام ده ما هياش hard and fast rule، الكلام ده ليه exception. طيب في الـ EP lab بنعمل ايه؟ tachycardia features وبنعمل EP maneuvers. ايه هي الـ tachycardia features؟ انا مش بصدد الكلام عن الـ tachycardia features، انما هقول لكم ان هي دايما لازم تكون في حاجه بتحصل في التاكيكارديا علشان نعرف نشخصها. يعني يا اما بنشوف بدايه التاكيكارديا، يا اما حصل للعيان اي بلوك او بي اي بلوك ديورنج التاكيكارديا، يا اما في وابل في التاكيكارديا سايكل لاينز، يا اما العيان حصل له باندل برانش ريان باندل برانش بلوك ديورنج التاكيكارديا، يا اما التاكيكارديا وقفت. حاجه لازم تكون بتحصل التاكيكارديا عشان نقدر نشخصها من غير ما نوبر. ال 1 تو 1 تاكيكارديا يا جماعه اللي بيها ستيبل سايكل لينس دي مفيش طريقه لتشخيصها غير ان انا اعمل مانوفر. طيب اذا المانوفرز اللي احنا هنعملها دي هي دورها انها تشخص ال 1 تو 1. لو عندك هوت سبوت على التليفون ممكن تشغل الكمبيوتر عليه. لو الراوتر بتاعك مقطع يا احمد نحاول نكمل كده. طيب لو كمل كده صوت كويس كده صوت كويس ماشي. اول ما يقطع هقول لك يعني هنعمل ماشي حاجة. طيب على فكره يا احمد انت ممكن تقفل الكاميرا بتقلل الاحتياج واحنا كده مركزين معاك مع ال ماشي اعمل كده برضه. انا هعمل كده كمان. طيب فاحنا كنا بنقول ان دور المانوفر البيسك مانوفرز هي في تشخيص ال 1 تو 1 تاكيكارديا اللي ما بيحصلش فيها تشينج لقيمه التشخيص. طيب اول مانوفر هنتكلم عنه يا جماعه هو الريسبونس تو فنتريكولار اوفر درايف بيست. ده بيتعمل في كل النارو خطر التاكيكارديا وهدفه ايه؟ ايه فكرة الـ ventricular overdrive pacing ده؟ فكرته ان احنا نحاول نخش جوه السيركت بتاعت التاكيكارديا. ميزة التاكيكارديا يا ريت يا جماعة لو نعمل ميوت لو حضراتكم تعملوا ميوت بس الاول وانا ممكن اعمل اون ميوت ماي سيلف. تمام المفروض ان حضراتكم سامعيني كده. ففكره الفنتريكولار اوفر درايف بيسنج ان
كل السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا يا جماعه معروف الانتي جريدينت بتاعها، مش مفهوش اسرار، لان لازم عشان تكون نارو كومبلكس تاكيكارديا يكون الامبلس نازله اوفر ذا هيس تاكيني سيستم اكسس. فيتبقى حاجه واحده بس، الريترو جريد ليفل بتاع التاكيكارديا ده موجود ولا لا؟ يعني ايه موجود ولا لا؟ ما هو الاتريال تاكيكارديوس ملهاش اصلا ريترو جريد ليفل. ولو هو موجود زي في حالات الايفي نودال ري انترن تاكيكارديا او الايفي ري انترن تاكيكارديا، هو ايه؟ يا ترى هو الايفي نود ولا هو اكسسوري فاكتور؟ هي دي كل فكره الريسبونس تو فنتريكولار اوفر درايف فيز، ان انا اقيم هو في ريترو جريد ليمب ولا لا. ولو الريترو جريد ليمب ده موجود هيبقى هو الايفي نود، وبالتالي تبقى دي ايفي نود اللي انترن تاكيكارديا، ولا ده ريترو جريد كوندكتنج اكسسوري باث واي، وبالتالي تبقى دي اورثودروميك ايفي انترن تاكيكارديا. طيب هنعمله ازاي؟ هنعمله عن طريق ان تبقى التاكيكارديا فري رانينج زي ما حضراتكم شايفين كده على الجانب اليمين من التريسنج. عايز حضراتكم تبصوا على التريسنج ده على انه جانبين، هنبتدي بالجانب اليمين اللي هو النارو كومبلكس تاكيكارديا. دي نارو كومبلكس تاكيكارديا ليها 1 تو 1 اي في ريليشن شيب، ادي اتريال سيجنال ريكوردد مع كل فنتريكولار سيجنال وهكذا. ف للاسف مفيش حاجه بتحصل في التاكيكارديا دي، فهيظل في احتمالات كتيره، ممكن تكون اتريال تاكيكارديا، ممكن تكون رايت سايد اكسسوري باث واي. بالمناسبه ما ينفعش تكون اي نودر ري انترن تاكيكارديا. ليه ما ينفعش؟ لان لو خدتوا بالكم الاتريال اكتيفيشن في الهاي رايت اتريال سابق الاتريال اكتيفيشن في الاس بندرينيوم، فلايك سنتريك اكتيفيشن زي اول سلايد احنا بدينا فيه خالص، زي اول اوت ايه اللي نودر ري انترن تاكيكارديا. يبقى العيان ده عنده اتريال تاكيكارديا طالعه من الرايت اتريال، يا اما عنده الرايت سايد اكسسوري باث واي، وبالتالي الهاي رايت اتريال ريكوردنج للاتريال اكتيفيشن قبل السكر. طيب مفيش طريقه بقى للتفرقه غير ان انا اعمل حاجه، هعمل ايه؟ هبيس الفانت. لما ببيس الفانت لازم اميك شكور من شويه حاجات. ايه شويه حاجات دول؟ اول حاجه ان انا ترولي بيسنج، ثاني حاجه ان انا ترولي كابتشرنج، انا متاكد ان انا بكابتشر اهو، ما انا مغير المورفولوجي بتاع الكيو ار اس. ثاني حاجه والاهم ان انا اتاكد ان انا اكسلريتنج الاتريال سايكل لينس للبيسنج سايكل لينس. يعني انا لما ببيس الفنتركل انا بسرع التاكيكارديا اللي في الاتريال دي للبيسنج سايكل لينس بتاعي، ولما هسكت زي ما عملت هنا كده هيحصل سلوين داون للتاكيكارديا سايكل. لما اتاكد ان الثلاث حاجات دول معمولين اللي هم بيسنج وكابشن واكسلريتنج ذا اتريال تو ذا بيسنج سايكل لينس، تقدر بعد كده تانتربريت الريسبونس بتاعك للاوفر درايف بيس. في تو ريسبونسز مهمين يا جماعه. اول ريسبونس اسمه ال في اي اي بي او ال اي اي بي ريسبونس، هم نفس التسميه. ده بيمكن ايه؟ بيمكن ان انت اول ما بتوقف تريسنج اول سيجنال بتظهر لك هي الاتريال اكتيفيشن. بعد ما بيحصل الاتريال اكتيفيشن ده بيحصل اتريال اكتيفيشن مره كمان، وبعدين الاتريال اكتيفيشن الثاني ده هو اللي ينزل تو ذا فنتريكل، وبالتالي يعمل لي وات وي كول اي اي في ريسبونس او في دينوتنج البيست بيت يعني ايه دي ريسبونس. ده يا جماعه كاركترستيك اوف اتريال تاكيكارديا. ولما بيحصل ليه؟ بيحصل ببساطه لان الاتريال تاكيكارديا دي فوكس، ملهاش لا انتي جريدين ولا ريترو جريدين. فلما الامبلس هتطلع للايدي نوت، الايدي نوت هتبقى ريفراكتوري شويه. تيجي الامبلس دي تنزل فيها ما تعرفش تنزل لانها لسه طالعه حالا. فيقوم مضطر الامبلس تسقط لحد ما تيجي البيك اللي بعديها، والبيك اللي بعديها تنجح انها تنزل للريتم. تمام؟ ال في اي اي في ريسبونس ده كاركترستيك اوف انتر تاكيكارديا. لما هنشرح ال اي في ريسبونس هنعرف هو ليه مختلف. طيب
هتيجي ريسبونس. اولا احنا ما بنقراش التريسنجز كده، احنا عندنا تريسنج اهو شايفين ان في سيرفيس اي سي جي، وبعدين قسطره اسمها ابليشن ريكوردنج تو سيجنالز فور اتش بي، واحده ايدنتيكال واحده اتريم، وبعدين السي اس كاتيتر ريكوردنج فار فيلد بي وشارب نير فيلد انترنال سيجنال، وبعدين رايت فنتريكولار كاتيتر بيس منها. طيب هنقراها ازاي بقى؟ هنشيل اثنين لان سنس ان الشكل ده مختلف عن الشكل ده. ده النارو كومبلكس تاكيكارديا اللي انا دايما هبتدي بيها لان هي دي البيزك. النارو كومبلكس تاكيكارديا دي موريه ايه؟ 1 تو 1 تاكيكارديا، كل دي معاها دي. والملفت ان الاتريال اكتيفيشن ايرليست اوربت ديستال سي اس على سي اس 3 4. ده معناه ان ده اكسنتريك اكتيفيشن، وده يرول اوت ايه اللي نقدر نهتر الانتيكارد، ويليف اس ويز تو بوسيبيليتيز. يا اما العيان ده عنده اورثودرومك اي بي دي انتر انتيكارد اوفر ليفت لاترال باث واي، يا اما العيان ده عنده ليفت اتريال تاكيكارد. دي تاكيكارد ما بيحصلش فيها حاجه، لا عضل ولا اي بي بلوك ولا بي اي بلوك ولا كذا، يبقى مضطرين نعمل ايه؟ مانوفر. ايه المانوفر؟ كل النار كومبلكس تاكيكارديز هنقيس الفنتر، عشان عايز اعرف التاكيكارديا لما هترجع لي هترجع لي ازاي، عشان افهم الريترو جريد ليمت ماشي ازاي. لازم اتاكد الاول ان انا عامل الثلاث حاجات الاساسيه، انا فيسي وبعدين كابشرنج الفنتر اللي انا بغير شكل الكيو ار اس اهو، وبعدين لازم اكون اكسلريتنج الاتريم تو ذا فيسنج سايكل لينس. طب ازاي انت عرفت ان انت بتسويه من ايه؟ بص الاي اي انترفال دي ان ريليشن للاي اي انترفال دي تتاكد ان انت ده انا فعلا لما كنت بمسرع هنا كانت الاي اي انترفال سريعه زيي، ولما سكت بطئت شويه، يبقى اذا انا عامل فعلا اوفر درايف فيسنج للتكيكارديا دي. تعال نشوف بقى وهي راجعه هتعمل ايه؟ الاي في ريسبونس او يسموه في اي في ريسبونس. الفي اي في ريسبونس ده يا جماعه بيحصل في حاجتين، يا اما اي في ان ار تي ودي انا اوريدي مستبعدها في التريسنج ده، يا اما ليفت سايد الاكسسوري باثو. الاكسسوري باثو بصفه عامه اي في ار تي، وبما ان السيكونس اوف اكتيفيشن هنا اكسنتريك تو ذا ليفت يبقى ده اكيد ليفت لاترال اكسسوري باثو. يبقى انا عن طريق التسعين ده قدرت استبعد ان دي اتريال تاكيكارديا، لان الاتريال تاكيكارديا الهول مارك بتاعها ايه؟ بي اي اي، يبقى هنا في واحده ايه ثانيه ودي ريسبونس. كويس؟ ماشي. ليه ده حصل في الدي في دي اتريال تاكيكارديا؟ ليه الاتريال الكتروجرام ده هو كمان ما حصلوش بلوك وهو نزل على الدي في نوت؟ ايه رايكم؟ حد يكتب لي في الشات سريعا ولا اقول انا؟ اقول انا اظن عشان الوقت كمان. الاتر الالكتروجرام ده يا جماعه ناجح انه ينزل من فنتكل، لانه هو اصلا طالع في روت ونازل في روت. ما تنساش ان دي لي انترنت سيركت الامباكس طالعه اوفر ذا ليفت لاترال اكسسوري باث واي ونازله اوفر ذا اي نوت، انما في الاتر التاكيكارديا دي كانت سكه واحده، السكه دي هي كانت دي نوت بس، مفيش تو باثوز. هنا في تو باثوز زيها زي الـ ADN RT بالظبط. طيب تعالوا نشوف ايه الاكزامبل الثاني. دي تاكيكارديا اهي، والتاكيكارديا دي نار كومبلكس و1 تو 1 ادي اتريال سيجنال اهي معاها فنتريكولار سيجنال، فانا ده كده مش هعرف اشخصها، مفيش حاجه بتحصل بالتاكيكارديا دي، فضروري افيس الفنتريكل. فلما افيس الفنتريكل هتاكد ان انا افيسنج اهو الستيمولس اهو، وكابتشرنج الفنتريكل واكسلريتنج الاتريم تو ذا فيسنج سايكل لينس. عرفت منين؟ ما هو انا لما سبت التاكيكارديا اهو لما بطلت فيسنج بطلت، شايف فيجوال ده الاي اي دي ابطا من ايه دي قد ايه؟ طيب فده معناه ان انا حققت الكرايتيريا. ابص بقى على الريسبونس، ادي في
ادي ايه؟ ادي في ريسبونس. ولو انت شاكك، طب ما انت ممكن تشك تقول لي لا ده ايه هي والاي دي، طب يا ترى الاي دي الاول ولا البي دي؟ اقول لك بص على الاسبكتروجرام، لما تلاقي في ايه اتش في ريسبونس، ده اكبر دليل على ان دي مش اتريال تاكيكارديا. عارف دي لو اتريال تاكيكارديا الاتريال سيجنال الثانيه تبقى فين؟ تبقى قبل الهيس. انما اللي بيجي بعد الهيس هو الفيكتور الكتروجرام اناتوميك، مش كده؟ يبقى this is a VAHV response اللي هو بين قوسين VAV response that throws out atrial tachycardia. طيب يعني معنى كده ان دي يا اما AVNRT يا اما AVRT using a septal pathway. واخد بالك ان الاكوليشن سيكونس ده كونسنتريك، مش كده؟ ادي الاتريال اكوليشن اهو على بروكسيمال سي اس، تابع الاتريال اكتيفيشن على الديستال سي اس. اقول لك لا، ده مستحيل يكون سبتال اكسسوري فاكتور. ليه؟ لان لو حضرتك فاكر في الدياجرام اللي رسمناه قلنا يستحيل البي اي تايم يا جماعه يبقى اقل من 70 مللي سكند في السبتال فاكتور. ده الـ VA time هنا زيرو. الـ A الـ V ماشية مع الـ atrial electrogram بالظبط، يبقى ده يستحيل يكون septal pathway. ده 100% AV nodal atrial tachycardia، لأن أنا استبعدت الـ atrial tachycardia إن مفيش هنا atrial electrogram، إن ده VAHV، واستبعدت الـ accessory pathway لأن الـ VA time هنا during الـ tachycardia من غير مانوفر ولا حاجة، زيرو. To sum up, VAAV response is with atrial tachycardia. VAV response could be any other atrial tachycardia, it could be any atrial tachycardia. عظيم جدا. طب ايه رايكم في التريسنج ده يا جماعه؟ هقول لحضراتكم احنا شايفين ايه؟ سيرفيس اي جي جي، وبرده زي ما احنا اتعودنا في الاثنين ثلاثه تريسنجز اللي فاتوا، النص الشمال تيست والنص اليمين لو كومبلكس تاكيكارديا، هايرايت اتريم مسجله اتريال الكتروجرام، هيس باندل ريجن، رايت فنتريكيلر تيبيكال الكتروجرام. النو كومبلكس تاكيكارديا عباره عن ايه؟ عباره عن فنتريكيلر الكتروجرام واتريال الكتروجرام، شكلهم 1-1 ريليشن شيب. إذا كل اللي أقدر أشوفه وأبص عليه هو الإتريال أكتيفيشن سيكونس. الإتريال أكتيفيشن سيكونس هنا الهيس باند الإيه سابقة الإيه اللي في الفيرايت إتريم، ده معناه إن ده سبتال أكتيفيشن. يبقى إذا كل الديفرنشال مفتوح، قد يكون ده اتريال تاكيكارديا لان سبتم، قد يكون ده ايه تيبيكال فورم اوف اي في ان ار تي، قد يكون ايه تيبيكال فورم اوف ان اكسسوري باثوي سبتم. فمضطر اعمل بيسنج مانوفر، صح؟ فعملت بيسنج مانوفر اهو، عايزين بقى انتربريت البيسنج مانوفر ده. كان جاوبه يا احمد، انا زارك قال لك سودو في اي اي في ريسبونس، وفي لسه واحد مجاوب دلوقتي بيقول لك احمد نجار بيقول لك في اي في ريسبونس. عندك اجابتين من انور سودو اي اي في، ومن احمد نجار في اي في. واحد ابراهيم الشرق هما الاثنين صح، هما الاثنين صح. امل بتقول لك امل في امل بتقول نو انترينمنت، وفي احمد الشاكي الدشتي يقول لك في اي اي في ريسبونس. يعني عندك اهو اختار لنا انت بقى الاجابه الصح. هو انا هقول ايه؟ هقول ان اللي قال في اي في ريسبونس صح، واللي قال سودو في اي اي في ريسبونس صح، هما الاثنين سينونيمز. وتعالى نشرح ازاي. ايه اللي حصل في الاكزامبل ده؟ اللي حصل في الاكزامبل ده ان احنا وي اكسلريتد التاكيكارديا
دكتور امل لو كنت شفت كده فيجوالي حاول تقارن الاي اي انترفال دي بالاي اي انترفال دي، هتلاقي 100% انا اكسلريتد ردي هنا. وبعدين برضو التريسنج بيقول لك ان انا كنت 190 بيبقى بيسال عن 290 ولما سكيت بقت التكيكارديا 320. فهو احنا اكسلريت، بس السؤال اكسلريتنج لحد فين؟ تعالوا نبص مع بعض. الديكريمنتال باثويز يا جماعه او التيبيكال فورمز بتاعت الاي ان ار تي اللي بيبقى فيها في ان تايم طويل قوي كده، لازم تكون متوقع ان انت لما هتقيس الفي اي تايم هيطول زياده. ففي واقع الامر الاكزامبل ده ما حصلش اخر دي اكسلريتد في التاكيكارديا هي الاتريال الكتروجرام ده مش ده. وعشان كده يجي دور الكونسبت اوف ذا لاست انترند بيه. لازم تبقى عينيك واخده هي فين اخر بيت من الاتريال كانت اكسلريت، لان هي دي اللي انت هتقيس عليها. خد بالك ان اللي ده نتج عن ايه؟ ان الاتريال الكتروجرام ده مش عامله الفنتريكيولار الكتروجرام ده، لا الاتريال ده عامله الفنتريكيولار الكتروجرام اللي قبليه، وبالتالي الاتريال الكتروجرام ده عامله الفنتريكيولار الكتروجرام اللي بعديه. فحضرتك لما هتقيس على بس على الاثنين صوت مش بيقطع، صوت بيقطع. لا بصي يا هيام الصوت كويس. انت شوفي النت عندك. تمام تمام. النت عندك. فاللي حصل ايه؟ ان الستيميلس ده عمل الفنتريكيولار الكتروجرام ده، والفنتريكيولار الكتروجرام ده وصل للاتريال بعد وقت طويل جدا. ليه؟ لان هو اصلا باتوي ضعيف او التيبكال اي ان ار تي ضعيفه. ففي اي تايم طول زياده ديورنج الكيسنج لان انت بتقيس اسرع، وده منطقي جدا ستراكشر ديكريمنت. فلما تيجي تقيس لازم تقيس على البيك دي. تعالى بقى نشوف هنقيس ازاي. ادي في اي في ريسبونس، فهو الصح انه في اي في ريسبونس، او يسموه ايه؟ يسموه سودو في ريسبونس. هو الحقيقه ما هوش في اي في ريسبونس، ده سودو. سودو ليه؟ لان الاتريال الكتروجرام ده متاخر قوي فخدعك، خلاك تفتكر ان هو سودو في اي في، وخلاك تشخص اتريال تاكيكارديا. هو مش كده، هو ديكريمنتال اكسسوري ده. اوكي عظيم جدا. طب ايه رايكم في التريسنج ده؟ هقول لكم بسرعه. سيرفيس دي سي جي النص الشمال بيسنج، النص اليمين فري راننج تاكيكارديا. التاكيكارديا 1 تو 1 ريليشن شيب، ادي الفي وادي الاي. وبعدين التاكيكارديا دي ليها لونج في اي تايم وليها كونسنتريك اكتيفيشن، فبالتالي انت في حاله سبايس، لا عارف تكسكلود اي في ان ار تي ولا عارف تكسكلود دي في ار تي ولا عارف تكسكلود انت تتكرر، فما كانش قدامك غير ان انت تقيس الفنتريك. فعملت كده. السؤال، ايه رايك في الريسبونس بوست بيسك؟ ايه اللي حصل؟ في حد من الزملاء؟ لا محدش قال حاجه. السلام عليكم. انا شايف اي جي ام في سيرفيس اي سي جي في ابليشن كاتيتر وفي سي اس كاتيتر مرقمه من الابروكسيمال ديستال مع الار في كاتيتر دي ان جنرال. من ناحيه اليمين نفس ما قال دكتور احمد الدماطي، واحنا هنا عملنا من ناحيه الشمال انتركلر بيسنج. احنا اولا بنشوف ان الانتركلر بيسنج كابتر، لكن ان الاتريال نوت اكسلريتد ديورين كابتر، وده بيسمى فينتريك يعني الفينتريكل ديسوشيتد فروم اتريال، ودي مينلي دياجنوسيس اوف اتريال تاكيكارديا، لكن نوت اكسكلود الاي في ان ار تي بات 100% الـ AVRT and I can explain more. Thanks. Okay.
تكست بوك انسر يا دكتور انور. شكرا. شايف يا احمد بلعبك باللعيبه الدوليين العربيين. والله واحد من عندك ماجد. ربنا يبارك فيك. فالبيسنج ده لازم عشان تانتربريت البوست بيسنج لازم تتحقق من الرولز. ايه الرولز؟ ان انا بيسنج. طب ما انا بيسنج. طب الرول الثاني ان انا كابتشرنج. طب ما انا كابتشرنج الفاليو كده. الرول الثالثه ايه؟ ان انا اكسلريتنج الايه؟ يعمل البيسنج سايكل لينس. هل ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش. لو حضرتك قارنت الاي اي انترفال دي هتلاقيها زيها زي دي زيها زي اللي في اخر التريس. انا ببيس على ريت فاست. خد بالك لو قارنت الار بي كاستر من سي اس كاستر هتلاقيها واضحه قوي. ده البيسنج اهو. ها؟ فيرسس الانترال ريتوبريت. ماشي؟ فرق كبير جدا في الريت. اللي بيحصل ان انا ببيس في الفانتيكل ومفيش اي حاجه من اللي انا بعملها دي بتبقى ترانسميتد للانتريا. فعشان كده حضرتك ما ينفعش تانتربريت بوست بيسنج اي حاجه. كل اللي تقدر المعلومه المفيده اللي تطلع بيها ايه؟ ان انت يو اكسلريت ذا فانتيكل وذاوت ذا اتريم. يعني انت يو ديسوشيت ذا فانتيكل فروم ذا تاكيكارديا سيركت. وكون ان التاكيكارديا سيركت از جوينج اون ده معناه ان this is a hard and fast rule for excluding AVRT. انت بتاخد الفنتريكل من السيركت والتاكيكارديا مكمله. اتفقنا قبل كده ان الAVRT دي ان سير السيركت كل كومبوننت فيها مهم للسيركت. يستحيل تاخد منه واحد والتاكيكارديا تكمل. فلما التاكيكارديا كملت ده excluding AVRT. ويخلي الفيري لايكلي دايجنوزس هو اترال تاكيكارديا وتو اليسر اكستنت الايلي نودر ريانترنت. عظيم جدا. طيب خلصنا كده الريسبونس. ثانية احمد عشان محمد شفيق جاوب فعلا قال نو في اي كونتاكشن. بس عشان انا اللي ماسك الشات. عظيم جدا. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور محمد. طيب فاحنا خلصنا الفنتريكولار بيشنج. تعالوا بقى نشوف البوست بيسنج انترفال. الكونسبت بتاع البوست بيسنج انترفال ده عباره عن ايه الحكايه؟ وهذا الكونسبت برضه سهل ما هوش معقد ولا حاجه. وهو بيعني ايه؟ بيعني ان انت عايز تشوف مكانك ان ريليشن تو ذا سيركت. يعني هو انا بقيس من حته بعيده عن السيركت ولا قريبه للسيركت؟ مكانك ثابت. معظم البيسنج مانوفرز بتتعمل من رايت فنتريكولار ابيكس لان ببساطه دي اسهل حاجه ودي اللي ستاندردايزد ودي اللي عليها كل الاستاذ. فتصور ان مكانك في البيسنج ثابت. انا عايز بقى اعرف هي السيركت قريبه مني ولا بعيده عني؟ هنعرفه ازاي الحكايه دي؟ هنعرفه عن طريق ان احنا نرمي حجر للسيركت فيقوم الحجر ده يلف لفته في السيركت ويرجع لنا تاني. فلو خد وقت طويل يبقى السيركت دي بعيده عننا. لو خد وقت قصير يبقى السيركت دي قريبه مننا. هو ده الكل. تعالوا نطبقه بقى على الرسمه دي. ده دي تاكيكارديا سيركت يا جماعه من نوع الاي بي ان ار تي. والاي بي ان ار تي دي سيركت في الاتريال بالاساس صح؟ فبينها وما بين الرايت فنتريكولار ايبكس تمبر بحالها مش كده؟ يبقى دي ابعد ما تكون عن الرايت فنتريكولار ايبكس. فطبيعي جدا ان انت لما تبعت ستيمولس الاستيمولس ده يلف لفته في السيركت ويرد لك الاي بي ان ار تي ياخد وقت طويل قوي 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 يعني. ماشي؟ طيب على العكس تماما السيبتال اكسسوري باث ويز. السيبتال اكسسوري باث ويز دي الفنتكل والرايت باندل دي انتجرال بارت منها مش كده؟ فلما انت تقيس من الرايت فنتريكولار ايبكس ده في النيوار خالص الانبوتس هتاخد وقت صغير جدا عشان توصل للسيركت وتلف لفتها في السيركت وبعدين ترجع لك. طب طيب اللي بين البنين هو الليفت لاترال باث واي. الليفت لاترال باث واي ده رغم ان هو يبان حتى ابعد من ايه هو ده في الليفت سايد بس هو فيسيولوجيكلي بين الاثنين لان الفتر في حته منه بس مش الليفت بنش. عشان كده الامبلس هتمشي فيه شويه كويسين مش زي اللي هنا فيه بس في نفس الوقت مش قريب قوي زي السبت باكويز وبعدين تلفه في لفه في السيركت وترجع لك صح؟
فده الكونسبت بتاع البوست كيسنج انتجرال. بيبقى شكله ازاي ده؟ احنا نعم هو الصوت راح لثانيه كده مش عارفه عندنا بس ولا عند كل الناس. طب الصوت كان تمام دكتور مرزا. طيب الصوت كويس. طيب تمام. طيب خير. يعني كنا بنقول ايه بيبان ازاي شكله ده في ال بيبان ازاي شكله في ال في التريسينجز. طب هو المسافه لحد اول سيجنال هتجيلك على البيسنج كاسيتر. ما هو بتاعت القسطرة اللي انت بتقيس منها السيجنال بتاعت الشامبر اللي انت فيها. فالمسافة من البيسنج سبايك ده لحد أول سيجنال هتجيلك على الريكوردنج أو البيسنج كاستر هي دي البوست بيسنج. صح؟ طيب تتبقى مشكلة صغيرة، والمشكلة دي واضحة وضوح الشمس في الدياجرام ده. إيه المشكلة دي؟ إن الـ FMRT سيركت دي سيركت صغيرة مايكرو ريأكتر من سيركت. في حين ان الـ EBRT الـ Utilizing Sector Backway ده دي سيركت كبيرة مايكرو ريأكتر من سيركت. صح؟ طب هو انت انترستد بحجم السيركت ولا انترستد بالمسافة ما بين البيسنج بتاعك وما بين السيركت؟ لا طبعا انا انترستد بالمسافة ما بيني وما بين السيركت. انا ماليش اي علاقة بالتكيكارد سايكل لينس. انا مش عايز اشوفها اصلا. فعشان كده الريبريزنتيشن بتاع قربي او بعدي من السيركت هو البوست بيسنج انترفال مطروح منه التكيكارديا سايكل لينس. انا عايز اشيل التكيكارديا سايكل لينس من الايكويشن علشان اركز على المسافه اللي ما بيني وما بين الايه السيركت. اعرف هي بعيده زي حالات الاي بي ان ار تي ولا قريبه جدا زي حالات السيركت باكويز ولا نص نص زي الحالات اللي بتتكلم بيها. تمام الكونسبت؟ تمام. لو الكونسبت ده مش واضح يا ريت نكتب في الشات. ماشي الحال. محمد شفيق بيقول لك واضح. تمام عظيم جدا. طيب تعالوا بقى نظبط. احنا اتفقنا ايه؟ ان الدكتور خالد شومان عايزنا نعيد اللقطة دي، واللقطة دي مهمة وأنا لازم أعيدها. البوست بيسنج انترفال ماينس التاكيكارديا سايكل لينس يمثل الوقت اللي بتاخده الإمبلس عشان تروح للسيركت وترجع، وهو ده الوقت اللي أنا انترستد فيه. أنا مش عايز أشوف التاكيكارديا سايكل لينس. أنا لازم أخصم التاكيكارديا سايكل لينس من البوست بيسنج انترفال دي، لان هي بتكونسيوم حته منها. وليه عايز تخصمها؟ عايز تخصمها لان في سيركتس مايكرو ريانترنت وفي سيركتس ماكرو ريانترنت. فدي ممكن يعمل لي ميسنج اب للانتربريتيشن بتاعي. عشان كده الماركر اللي انا بعتمد عليه عشان اعرف هو انا قريب ولا بعيد للسيركت هو البوست بيسنج انترفال مطروح منه التكيكارد سايكل. طب تعالى نشوف اكزامبلز جايز ده بتبقى عنه ان احنا ايه ننور زياده. ادي التكيكارديا اللي هي النمره الاخيره اللي احنا واخدين عليها من المره اللي فاتت واللي كانت عامله في ايه اتش في ريسبونس. هي هي مفيش اسرار. ماشي المره دي هنقيس قياس كبير. هنقيس ايه؟ رمينا الريسنج الاخير وبعدين استنيناه راح هو جاي في الفنت لف لفه في الام ار تي وبعدين رجع للفنتركل. فانا رحت مسكله على القسطره بتاعتي اهي. المسافه من البيسنج سبايك لاول سيجنال دي 430 مللي ثانيه. ده يشمل ايه؟ ده يشمل حاجتين. المسافه للسيركت رايح جاي ودي انا انترستد فيها. والتكيكارديا سايكل لينس ودي انا مش انترستد فيها. التكيكارديا سايكل لينس 230 مللي ثانيه اهي سهله. هشيل ال 430 مللي ثانيه ده عشان منه بال 230 اتفضل لي كام مللي سكند؟ 200 مللي سكند. ال 200 مللي سكند دول يا جماعه مسافه طويله جدا. ها؟
بتروح لحد الجيزه وترجع. فعشان كده ايه الكات اوف بتاعنا؟ الكات اوف بتاعنا في بوست بيسنج انترفال ماينس تاكيكارديا سايكل لينس هو 115 مللي ثانيه. الحاجات اللي اطول من 115 مللي ثانيه دول غالبا حاجات بعيده عن السيركت زي الاي في ام ار، والحاجات اللي اقل من 115 مللي ثانيه دي حاجات قريبه من البيسنج سايكل، وده غالبا سبب التكوين. بس في الواقع الاي في ام ار تي بيبقى زي ما انتوا شفتوا كده الرينج بتاع ال 180 وال 190 وال 200. السبت الباثويز بتبقى غالبا صغيره جدا، بتبقى 60 70 80 90 ده طبيعي. وعشان كده الاوريجينال بابليكيشن اللي اتعملت على البي بي اي ماينس تي سي ال دي يا جماعه كان هدفها التفرقه من النوعين دول فقط. السبت الباثويز الفرق مش شاسع. المشكلة بقى ان ايه النص نص ده. يجي لك بوست بيسنج انترفال ماينس تاكيكارديا سايكل لينس 130 مللي سكند. 130 مللي سكند ده ممكن يحصل رايت سايد الاكسسوري باثوي، ممكن يحصل في ليفت سايد الاكسسوري باثوي. دي الجراي زون الديسكريميشن فيها يوزنج ايه؟ بتفرق سيركتس بعيده جدا زي الاي في ان ار تي من سيركتس صغيره قوي زي السيركت ده. ماشي الحال. طب ده الاكزامبل الثاني. الاكزامبل الثاني ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي بيسنج اهو على الشمال بس بيبقى 10 دكتور انا اللي عايزك تعيد الفكره دي. ادي الهايلايت ايه كام؟ وادي وما بيحصلش فيها حاجة خالص. و والساوند لوست كمان الكونكشن الشيرنج سكرين لوست. كله عايز اسال انا الدكتور غلاب ده اللي داخل الامتحان الزمان القادم قاعد في معاك زمان تانية اللي داخلين. طيب احمد رجع تاني شيرين سكرين. هو بس احمد هما كانوا عايزين يعيدوا تاني الجري زون اللي انت قلتها في كذا حد طلب كده. ايوه بالكامل. بس احنا خدنا مقدمين من شهر اتنين كحط مسجل. انا عارفه بتلاقي موجودين معانا على الشات عشان بتستعملوا اسامي غريبه شويه. بصراحه انا ما رجعتش الاسامي، يعني انا انترست بالمحاضره، ممكن ابقى اشيك عليهم كده وابعت لحضرتك. طيب او معاكي حاجه عبد الله دكتور. واحنا معانا دكتور تيمور ومعانا دكتور اميره ودكتوره غاده ضياء دكتور احمد عبد الحافظ دول برضه ان شاء الله داخلين معانا باذن الله. بس احمد عبد الحافظ مش مسجل. لا طبعا طبعا طبعا. حضرتك مش فاضي زي دكتور احمد. اوكي. لو وقت المحاضرات بتقولوا انا جاي ما شاء الله. الجزء دكتور احمد بتاع الجاي زون خاصه بالتنشيط كان المفروض اقطع فيها ما ساعدنيش. تمام. هو كل الحكايه انا كنت بقول ايه، حضراتكم فاكرين ان احنا كنا بنتكلم ان الاي في ار تي ليترايزنج ليفت لاترال اكسسوري باثوي دي المسافه ما بين الرايت فنتريكولار ابيكس وما بين السيركت مسافه متوسطه ما بين الاي في ام ار تي وما بين الاي في ام ار تي. علشان كده لما هنيجي نشوف البي بي اي ماينس البي سي ال we are dealing with a case of a left lateral accessory pathway او حتى right lateral accessory pathway نلاقي الارقام في الجري زون. يعني تلاقي البي تي اي ماينس البي سي ال تلاقيها 120 مللي سكند وانت عندك الكات اوف 115. فتقوم تتلخبط يا ترى انا مش قايل صح ولا ترى لو عدت تاني هيطلع على رقم اكبر او اقل.
خليك عارف ان ده inherited limitation in the maneuver. The maneuver is sensitive point to differentiate septal pathways من heavy nodal reactant tachycardia. لان هو يقدر يدفرنشيت الحاجات القريبة قوي من الحاجات البعيدة قوي. انما السيركتس اللي electrically in between زي مثلا left lateral accessory pathway هتلاقي الارقام على البوردر لاين، هتلاقيها in the range of بقى 120 و130 و140، فما تبقاش واثق هو ده accessory pathway من جهه التاكيكارديا ولا ايه دي هنا. فخليك في دماغك مش متصور ايه، انا بفرق بالمانوفر ده هو ايه اللي قريب من السيركت وايه اللي بعيد، مش الاي دي ان ار تي من كل الاي دي ار تي. هو ده مش صح. البيبر دي اللي هي بتشوف البي دي اي ماينس البي سي ال اللي احنا بنشتغل عليها يعني معظم شغلنا، دي هدفها الاساسي تفريق السكتر باثويز من الـ ADNRT مش الـ intermediate locations زي الـ right free wall أو الـ left free wall ده. ماشي. طيب أنا كنت بوري السلايد ده، ده free running tachycardia أهو، 1-to-1 activation، الـ septum اللي هو represented بالـ S band electrogram ده سابق الـ right free wall. يعني ده من الآخر concentric activation. وان تو وان تاكيكارديا فمش هتعرف تولد، يعني مفيش طريقه تشخص بيها، فانت مضطر ان انت تلجا فيسنج اوفر، صح؟ فعملت فيسنج هنا واتاكدت ان انت فيسنج وكابتشرنج وبعدين اتاكدت كمان ان انت اكسلريت اتريوم، شايف الاي اي دي؟ 100% اسرع من الاي اي دي، صح؟ فانت جاي اتاكدت ان انا اكسلريت ف response لقيت B A V response، عرفت ان انت you're not dealing with atrial tachycardia. اتوقع ان انا بص على PPI لان PPI minus the tachycardia cycle length تل اتقولي هو انا dealing with atypical PNRT ولا dealing with decremental accessory pathway. ما pathway incremental ولا يبقى في ايه تاني تقولها كده، ماشي؟ طيب تعالى نشوف ال PPI من اول البيسنج ستيمولس اهو لحد ال رايت فينتريكولار الكتروجرام. ما انا ببيش من رايت فينتريكولار ايه؟ قد ايه؟ 370 مللي ثانية. طب كام التاكيكارديا سايكل لينس؟ التاكيكارديا سايكل لينس 300 مللي ثانية. يبقى البي بي اي ده لما نطرح بقى ال 300 يطلع كام؟ يطلع 70 مللي ثانية. يبقى اذا البيسنج سايت اللي هو الابيكس بتاع الرايت فنتريكل فيري فيري كلوز للتاكيكارديا سيركت. ده هي دي الارقام اللي هي 60 و70 و80 بتاعه السبتال اكسسوري باثوي، تمام؟ معلومه مهمه جدا. طيب ايه رايك في ده؟ ده خد بالك ده هو ده العيان اللي كان عنده ليفت لاترال، بس انت مش واخد بالك انا فكرت كنا شفناها ثلاث مرات على الاقل لحد دلوقتي. ده التاكيكارديا الاس في تي اهي اللي ليها اكسنتريك، وانا ببس من الرايت فنتريكل اهو، وبعدين اتاكدت انها مش اترا التاكيكارديا زي ما هو انا كده اهو في اي في ريسبونس. ما زلتوا سامعين يا جماعه؟ معلش انا اسف لو بتقولي في الشات بس ان احنا سامعين. ايوه يا احمد، لا الصوت صوت هايل، الصوت واضح يا احمد، كمل. تفضل يا دكتور احمد. فانا هقول ده وديتر التاكيكارديا عملتها ازاي؟ دي بي اي بي ريسبونس، يبقى دي مش هيتر التاكيكارديا. طيب يعني دي اكيد بقى ليفت لاترال، صح؟ ما هو مفيش حل تاني، دي اكسنتريك اكتيفيشن، ما ينفعش تبقى اي بي ان ار تي. طب تعالى بقى نشوف البي بي ايز هتوري ايه. ادي البيسنج ستيمولس وادي اول سيجنال على البيسنج كاسيتر، كام دول؟ 430 مللي ثانيه. الوقت اللي خدته الامبلس انها تعمل الرايت فنتريكولار اكتيفيشن وبعدين تروح للتاكيكارديا سنتر تلف لفه جواها وترجع لك تاني تبقى ريكوردد على اسطات الاكتيفيشن، يعني على اسطات البيزنس. طب كانت التاكيكارديا سايكل لينس 300، طرح
الرقمين دول من بعض كام؟ 130 مللي سكند. ال 130 مللي سكند دول تيبيكال اوف ان اكسسوري بس فار فروم ذا سيركت، صح؟ وممكن لو عدت الاسم ده مره ثانيه يطلع لك 120 مللي سكند او يمكن يطلع لك 110 مللي سكند. البوردر لاين ميجرمنتس دي speaking of a circuit that is electrically and physiologically midway ما بين السيركتس البعيده جدا زي الـ ADRT والسيركتس القريبه جدا اللي هي السيركتس بتاعت السبت الباك ويز، فغالبا بتطلع يا اما رايت سايد الباك ويز يا اما ليفت سايد الباك ويز. اوكي، ده الكونسبت بتاع الانترميديت لوكيشن للتكيكارد. طيب دكتور انور بيقول اللحظه المهمه انور زرفي بيقول طيب ما لو احنا ده ليفت سايد الاكسسوري باتوي صح؟ طب افرض احنا عملنا بيسنج من الليفت سايد ايا كانت الطريقه، يعني مثلا دخلنا قسطره رباعيه من الاورتيك فالف ودخلنا الاندوكارديوم بتاع الليفت فانتيكل وعملنا بيسنج، او رحنا ثرو وان اوف ذا تريبيوتريز اوف ذا كورونري ساينس وعملنا بيسنج ايبيكارديال في الليفت فانتيكل، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الارقام بتاعت البي بي اي ريماركبلي ليس ذان ذات، هتبقى عامله زي ما تكون بتبيس لستة الباثوي من الرايت فنتريكل انيكس، لان ببساطه انت قربت البيسنج سايد بتاعك للتكيكارديا سيت، فالميجرمنتس بتاعتك هتبقى بقى ايه؟ البي بي اي ماينس البي سي ال تبقى 60 و70 و80، صح؟ عظيم. طيب الحته دي كده بنكونكلود بيها حاجه مهمه اللي هي ريسبونس تو فنتريكولار اوفر درايف بيسنج، فاحنا ممكن نقف دقيقتين نسال بعض ونشوف الشاتس وحاجات زي كده، ايه رايكم؟ يا ريت يا دكتور احمد انت اسالهم وانا وهم هيجاوبوا او انا هختار حد. تمام. طيب الحقيقه انا يعني التريسنجز اللي انا السيكونس اللي انا ماشي بيه ما فيهوش التريسنجز في الوقت الحالي، فانا ممكن اسالهم لو كان في حاجه مش فاهمينها في الحته اللي فاتت دي نشرحها لحد ما لو كان ان شاء الله في وقت، اتمنى ان احنا نوريهم الام سي كيوز ان شاء الله يعني. طب انور جونسون بيسال how can we do it if there is bundled left bundled bench block؟ ده سؤالك يا انور، اسال سؤالك ان شاء الله. انت كاتبين انا فطرة انا بقول لو في underlying left bundled branch block ممكن احنا بنعمل الفنتركولار اوفر درايف بيسنج من لغايه الفنتركل نهبط، هيديني حاجات قصيره علشان السيركت اصلا هتروح لغايه الفنتركل، يعني مش هتكون بعيده. ايفن ذير از ليفت سايد اكسسوري باث واي. توافقني يا استاذ احمد؟ اكيد طبعا يا دكتور انور. اكيد هو الفكره اللي الدكتور انور بيقولها ايه؟ لو انت عندك باث واي في الليفت فنتركل هو بيتلايس الليفت باندل، انما بقى تخيل ان اللفت بندل دي فيها بلوك، فالامبلس مضطره تعمل ايه؟ مضطره تعمل ترانسبتر كوندكشن وتجيلك طالما ناحيه الرايت فنتركل لانها هتنزل في الرايت بندل، وبعدين تعمل ترانسبتر تاني وتروح للاكسسوري باث واي اللي على الشمال. فطبيعي لو انت في الوقت ده بقى عملت فنتركلر اوفر درايف بيسنج من الرايت سايد هيطلع الارقام بتاعتك البي بي اي ماينس تي سي ال تطلع قصيره جدا، لان السيركت قربت مش انت بقى اللي قربتها عن طريق ان انت رحت الليفت سايد. الحاجات دي بتخلي الكونسبت يتضح اكتر. شكرا دكتور رامي، التخيل. في حد تاني رضا ده سنه ثالثه زماله بيكتب the circle with left bundle becomes very close to right ventricular PC. شكرا يا رضا. بس احمد في حته كلاسيكيه بس حضرتك يا ريت تذكرها لهم، لو واحد عنده ليفت سايد اكسس باس واي ويحصل له ليفت باندل تكيكارد سايكلنس هيحصل فيها ايه؟ والعكس لو كان عنده رايت سايد اكسس باس واي ويحصل له رايت باندل تكيكارد سايكلنس هيحصل فيها ايه؟ ده بقيه الكلاسيك تيوتيوب يعني. تمام.
اي ويش ان انا عندي جرام ليها ريدي، بس ده ممكن لا حاجه، بس قولها كده هتبقى يعني اظن انك شرحت كويس قوي. لو قلتها لهم الدكتوره نرفت بتكتب عليه هو ايه؟ هو ان انا بلو اللو ده اسمه كوميلز لو، والمفروض ان هو هدفه ان يقول لك ان انت لو عندك ليفت سايد اكسسوري تاكوين ونارو كومبلكس تاكيكارديا، ده معناه ان الامبلس نازله على بوث باندلز، وبتستخدم الليفت باندل اللي جنب الليفت سايد باثوي والامور ماشيه طبيعيه. طب انت بقى جالك ليفت باندل اثناء التاكيكارديا، فايه اللي هيحصل؟ هو نفس اللي كنا بنقوله، الامبلس هتعمل ترانسبتال كوندكشن تروح للرايت لانس كده، ترجع ترانسبتال تاني عشان تروح للليفت سايد باثوي وتكمل. طيب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان في اي تايم هيطول طبعا، لان انت خدت ديتور في الفانتكل لحد ما توصل للاتريوم، صح؟ بدا كان في اصلاحات والاصلاحات دي معطله الطريق، فاضطريت تاخد طريق جانبي، فاللفه دي حصلت فين؟ حصلت في الفانتكل، يبقى طريق الاي تايم لازم يزيد 100% في كل الحالات. طيب ده احيانا ينتج عنه ان التاكيكارديا سايكل لينس تزيد، وده منطقي، ما هو البي اي تايم ده هو الكومبوننت الاساسي مع الاي بي تايم في التاكيكارديا سايكل لينس، صح؟ انما في احيانا كمان التاكيكارديا سايكل لينس ما تتاثرش، عارف ليه؟ لان لما التاكيكارديا تسلو داون يقوم الاي بي نودال كوندكشن يتحسن، فيقوم الاي بي تايم compensate for the prolonged VA time، فينتج عنه ان التكيكارديا سايكل لينس ما تتغيرش. انما مين اللي لازم يتغير؟ ال VA time 100% لازم يتغير لو حصل لك ايه؟ ايبسي لاترال بند برانش بلوك. طيب ده يابلاي لو انت عندك رايت سايد باك واي وجالك رايت بند، هو نفس الكلام مش كده؟ طب لو عندك ليفت سايد باك واي وجالك رايت بند ولا حاجه، تفضل كل حاجه زي ما هي، تفضل الـ VA تايم ثابت ويفضل التكيكارديا سايكل لينس ثابت. دي النقطه اللي الدكتوره ميرفت اثرتها. شكرا دكتور ميرفت. في رضا من سنه ثالثه زماله كاتب بيقول التكيكارديا سايكل لينس بي كونستنت اور شورتن دي تو شورتنينج ان اي اتش تايم. ده اعتقد ان هي سؤال دلوقتي. ليه تحسن في الـ VA كونستنت؟ هو انا ما اعرفش حكايه شورتنينج، انا مش متاكد منها الحقيقه، ممكن الدكتور رضا يبقى لا هي اعتقد اللي انت قلته يا احمد ان هو انهانس امبروفمنت في الايجي كوندكشن في النود كوندكشن لما تكاتها كده بالظبط. هي التكيكارديا هتسلو داون هتفضل زي ما هي، انما هي دي اللي انا مش متاكد منها. طب راجعها يا رضا وببعت على ليا انا والدكتور احمد الخاص الدكتوره هاني. ماشي؟ يلا. ابدا دكتور احمد كمل. طيب خلاص نسيب الكونسبت ده بقى وننقل على كونسبت ثاني مهم اسمه ايه؟ اسمه ventricular extra stimulation. احيانا يا جماعه كل ما بتتقس الفنتكل ديورنج التاكيكارديا، التاكيكارديا بتترمينيت. ودي حاجه كل الحضرات كل ما بتشتغلوا في الاي تي لاب اكيد بتلاحظوها. طيب هنلخص ازاي؟ احد الطرق التشخيص في السيتويشن ده يا جماعه هو ان احنا ندي ventricular extra stimulation. والحكايه دي بنعملها ازاي؟ احنا بندي حاجه اسمها sensed extra stimulus، يعني بتخلي الجهاز يحس بالاكسترا بالبيتس بتاعت التاكيكارديا، وبعدين انت عارف ان التاكيكارديا سايكل لينس دي وليكن 400 مللي ثانيه، صح؟ فانت هتقول له اول ما تحس كي ار اس كومبلكس هتستنى 390 مللي سكند وتدي اكسترا ستيمولس، وبعدين تقعد تنزل تدريجيا بقى 380 370 وهكذا، يو سبان ذا هول دايستول ويز فنتريكولار اكسترا بيتس. طيب ايه قيمه الموضوع ده بقى؟ نقول لك ايه قيمه الموضوع ده؟ الموضوع ده ليه قيمه تشخيصيه كبيره لو احنا بنتعامل مع اكسسوري باثوي من ايه التاكيكارديا. وخلينا اقول لك الميكانيزم ده الفري راننج سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، كويس؟
انا عايز حضرتك تتخيل ان احنا ادينا ventricular اكست ستيميليشن، والventricular اكست ستيميليشن ده كان ليت كابل. يعني ايه ليت كابل؟ يعني ليت في الدايستول، يعني اول واحد انا ابتديت بيه او ثاني واحد او ثالث واحد اللي هم ايه؟ ما انت فاضي فاكر لسه كانت 400، فانا اديت اكسترا عن ال 390، فكانت خلاص يا دوبك النكست سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا بيت هتيجي، رحت انا لاحقها ومديها ايه؟ اكسترا ستيميليشن. طيب ايه قيمته التشخيصيه ده؟ اقول لك انا ايه قيمته التشخيصيه. الاستيمولس ده بيبقى بيأكتيفيت الفنتركل وبعدين عايز يطلع للاتريوم، ما هو ده طبيعي. فقدامه سكتين، اول سكه هي سكه الاجين هو ده الاكسس، ثاني سكه هي سكه الاكسسوري باك. طيب ايه قيمه بقى ان انت تديه ليه في الكاردياك سايكل كده متاخر قوي؟ قيمتها ان انت تتاكد ان الايفي نود دي ريفراكت. انت عايز ان هو الستيمولس بتاعك ده لما يوصل يلاقي الايفي نود دي ما ينفعش تطلع امبلس ريترو ايه. هو يعني لما يجي متاخر ازاي هتبقى لما طلعت لما ما يقدرش يطلع؟ ما هو طبيعي ان النكست بيت هتبقى نازله على الفنتركل خلاص، ده انت مديها بالي ليه؟ هتبقى اكيد قعدت شويه المظبوطين في الايدي نود ونزلت على الجيش وخلاص هي هتنزل للفنتركل. فانت اول ما تيجي تلاقيها خلاص هتنزل للفنتركل هتقوم مدي نكست ستيمولس. طب ايه قيمه ان هو يبقى في الميعاد الليت ده؟ قيمته ان انت تكون قافل السكه دي. فلو الاكسترا ستيمولنس ادفانسد الاتريال الكتروجرام يبقى اكيد كان في اكسسوري باث واي الامبلس عن طريقه طلعت من الفنتركل للاتريال وراحت سحب الاتريال سيجنال اللي كان جاي في الميعاد دي بدري عن ميعادها. يسموا الحكايه دي ايه؟ يسموا الحكايه دي pre exciting the atrium with a late coupled ventricular extra stimulus. حضراتكم سامعين يا جماعه؟ ايوه يا احمد، هو قطع حبه كده صغيره وكمل. فاللي هيحصل ايه؟ ان الليت كابلد اكسترا ستيمولس ده مش هيعرف يطلع للاتريوم في الايفي نود اكسس لان الايفي نود اوريدي اكتيفيتد اند ريفراكتري. فلو سحب الاتريال سيجنال ده معناه ان اكيد في اكسسوري باك واي الامبلس عن طريقه طلعت ليه؟ ده يسموه ايه؟ ده يسموه ري اكسايتنج ذا اتريال وذ اليت كابلد اكسترا ستيمولس. تعال نشوف ده هيعمل منظر شكله عامل ازاي في الالكتروجرام. ادي الفري رانينج تاكيكارديا جوينج اهي يا جماعه، ده سيرفيس اي سي جي وبعدين دي ابليشن كاثيتر محطوطه في الهاي رايت اتريوم وبعدين دي هيس باندل الكتروجرام موريه اتش سيجنال فنتريكولار سيجنال وفار فيلد اتريال سيجنال ورايت فنتريكولار ايبيكال كاثيتر. هنعمل ايه؟ هندي اكسترا ستيمولس ليت في الكاردياك سايكل. عرفت في منين ان هو ليت في الكاردياك سايكل؟ التاكيكارديا سايكل لينس دي 270 مللي سكند. انا هديه على 240 ملي سكند كابلنج انترفال. يعني لو التاكيكارديا سايكل لينس 270 انا مديه 30 ملي سكند قبليها. يعني المفروض ان الفنتريكولار الكتروجرام اللي جاي كان هيحصل خلاص. طيب هنشوف ايه؟ هنشوف البيهيفير بتاع الاي انترفال اكروس ذا اكسترا ستيمولس ازاي. هنقارن الاي اي انترفال دي اللي قبل الاكسترا ستيمولس اللي انا عامله بالاي اي انترفال دي اللي حوالين الاكسترا ستيمولس. طب شوف ايه اللي حصل. الاتريا
السيجنال دي سحب البدري عم عادها. I hope إن this is clear. قارن فيجوالي AA interval دي AA interval دي. AA interval دي جاي بدري جدا عم عادها. صح؟ ايه اللي حصل؟ البيسنج ستيميلس ده حاول يطلع في النود، ما عرفش يطلع في النود. ليه ما عرفش يطلع في النود؟ لان دي كابل بس لقى اكسسوري باكوي، فالاكسسوري باكوي ده خلاه يطلع الاتريوم يسحب الاتريوم سيجنال دي. فوين يو بري اكسايد ذا اتريوم وذ اليت كابل اكسترا ستيميلس، ات مينز ذات يو هاف ان اكسسوري باكوي. طيب هعرف منين ان ده ليت كابل اكسترا ستيميلس؟ في شويه كلوز. اول كلو ان انت تشوف الهس. يعني تشوف الهس؟ شايف الاستيمولس بتاعنا؟ الاستيمولس بتاعنا اهو الهس حصلت قبل ايه؟ انت متخيل يعني ايه؟ طب ارجع للسلايد كده. لما تكون الهس الكتروجرام ده حصل اوريدي صح؟ وبعدين انت اديت ستيمولس بعدين ده خلاص ما فيش وقت، ده الامبلس دي هتنزل خلاص للاي بي نوت، يبقى ضروري ده ليه كابل اكسترا ستيمولس. لما تشوف بعينيك الهس الكتروجرام تعرف ان ده 100% ليه كابل اكسترا ستيمولس، ده جاي بعدين صح؟ حتى لو مش شايف الهس دي والبيسنج سبايك ده على مسافه 50 مللي سكند on either side of the expected hiss، اعرف ان دي برضه ليك اكسترستيمولس. يعني ايه؟ اعمل حسابك ان انت مش شايف الهيس دي صح؟ بس انت عارف هي هتيجي فين؟ ما هو انت تقدر تتوقع مكان الهيس عن طريق التكيكارديا سايكل لينس. لو البيسنج سبايك بتاعك 50 مللي سكند يمين او شمال اعرف ان انت ليك كابل. اخر كلو هو انك تلاقي في السيرفيس اي سي جي البيت بتاعتك فيوجن ما بين التاكيكارديا بيت وما بين اللي انت عارفه انه بيس ديفنتريكولار بيت. يعني كلام صعب جدا جدا. يعني ايه الكلام ده؟ طيب هو مش دي التاكيكارديا بيت اهي؟ صح؟ طيب دي نارو كومبلكس بيت. انا عايزك تنسى دي وتفكر في دماغك هي الرايت فنتريكولار ايبيكال بيسنج شكله ايه؟ شكله ايه؟ بيبقى شكله ديب كده ووايد خالص صح؟ عن حق. طب امال ده ليه شكله مش ديب ووايد خالص؟ لان الديب دي فيوجن ريت ما بين شويه بيسنج انا عاملهم وما بين التاكيكارديا بيت اللي نزلت اكتيفيتد اوريدي شويه من ماجيك، فلازم دي تكون ليت كابل بي في سي. ادام في ايفيدنس اوف فيوجن في السيرفس ده معناه ان دي ليت كابل بي في سي. لو انت الكونسبت ده مش فاهمه قوي ما تزعلش، مفيش مشكله خالص، هنعيده مره واثنين وثلاثه ماشي؟ جاي مش النهارده بس هنعيده مره واثنين وثلاثه، اوكي؟ فلما تلاقي ايه؟ اكسترا ستيمولس فنتريكولار يبقى اكسايتد ايه؟ اعرف ان دي سنتريس ان اكسسوري باكوي. بس المهم تعرف حاجه، الاكسسوري باكوي ده مش لازم يكون بارت من السيركت. يعني ايه مش لازم يكون بارت من السيركت؟ يعني ممكن دي تكون اي في ان ار تي ويكون العيان عنده باي ستاندرد اكسسوري باكوي بس لمجرد انه موجود والهيس ريفراكتوري قدرت الامبلس طلعت فيه وتبري اكسايتنج اتريوم. يعني البري اكسايتنج الاتريوم از نوت ان انديكيتور ذات ذا باثوي از ان انتجرال بارت اوف ذا سيركت. امال ايه الانديكيتور؟ تعال نبص. ده the presence of a pathway. والليت كابلد اكسترا ستيمولس ده طلع لقى النود مقفوله مفيش سكه صح؟ بس لما قرب للباتوي رندر للباتوي ريفراكتوري فوقفت الكارديا، فالكارديا ما عرفتش تكمل
طب هو المنظر ده فعلا بيبان؟ اه ده بيبان، تعالى اوريهولك. ادي التاكيكارديا هي جو ان وان صح؟ وبعدين انا قررت ان انا ادي ليه كابلد اكسترا ستيمولس. عرفت منين ان هو ليه كابلد؟ عرفت منين ان هو ليه كابلد؟ اهو ادي الهس هس انترفال اهو، والنكست اكسبكتد هس ميعادها هنا تقريبا، والستيمولس ده 50 ملي سكند او اقل من الاكسبكتد هس لوكيشن صح؟ راح ايه اللي حصل؟ راح البي تي اللي هي الاكسترا ستيمولس ده البي تي دي ترمينيتد التاكيكارديا، التاكيكارديا وقفت مفيش حاجه بعديها، دي ساينس بي صح؟ وترمينيتد التاكيكارديا من غير ما تروح للاتريوم. ازاي حصل الكلام ده؟ يعني الفنتريكولار اكسترا ستيمولس اكتيفيتد الفنتريكيول، ليه يوقف التاكيكارديا؟ يوقف التاكيكارديا الاكسبلانيشن الوحيد هو لا يمكن يكون واقفها بالفنتريك لانه اوريدي عمل فنتريكولار اكتيفيشن، ولا يمكن يكون راح الايدي نود لان الايدي نود مقفوله، دي هي السنكرونس بي بي سي او ليد كابل بي بي سي، يبقى اكيد كان في اكسسوري باك وي حصل انتر اكشن للاكتيفيشن ويز فرونت فرندر الباث واي ريفراكتري، فالامبلس ما عدتش فالتاكيكارديا وقف. ده الحاجات دي بقى تثبت ان في باث واي، ومش بس كده ده الباث واي ده از ان انتجرال بارت اوف ذا سيركت، a very specific response that when you see you're sure that you're dealing with an orthodromic tachycardia mediated with an accessory pathway, and the accessory pathway is an integral part of the circuit. طيب عارفين ايه الريسبونس كمان اللي سبيسيفيك لنفس الحكايه؟ هو لو انت ديليد النكست لترال الكتروجرام، وده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل في العيانين اللي عندهم ديكريمنتال باثويز، تقوم ديليد كابل بي بي سي فيحصل فنتريكولار اكتيفيشن، مفيش ست كابل على الاي بي نود، الاي بي نود مقفوله، ويروح الاتريال الكتروجرام يتاخر بدل ما يبقى بريك سايكل. اللي بيتاخر ده ده معناه ان انت you're dealing with an orthodromic tachycardia. والorthodromic tachycardia دي is mediated with an accessory pathway. والaccessory pathway ده is an integral part of the circuit وكمان ليه incremental problem. شفت كمية المعلومات العظيمة اللي خدناها من just giving a late coupled PVC. ماشي؟ ف ده الكونسبت بتاع اللي كابل بي بي سي او الفنتريكولار اكسترا ستيميليشن. الكونسبت ده ليه كماله، بس انا قبل ما ابص الكماله ابص على الشات. الشات في زملاء بتاكد اللي احنا كنا بنقوله، استاذنا الدكتور حسن خالد طبعا شكرا جزيلا على حضرتك، بس ما فيش زملاء من اور جونيور كوليجز بتكومنت، وده حاجه تيجي معناها حاجه من اثنين، يا اما احنا لوست تراك يا اما احنا عارفين كل الكلام ده. لا يا احمد، لا يا احمد، اصحح لك المعلومه ان امل اشتركت وقالت this is what's called this refractory PVC، ورضا قال ان انت عشان تقول ان انت ليك كابل PVC ان انت تديها 50 ملي سكند قبل الهس، هما اشترك في التراك من الاول وانت بتقول يعني. ورضا قايل رضا التيرميشن تاكيكارديا with no conduction to the atrium لما انت كنت بتقول الحته بتاعت التاكيكارديا. في مشاركه من اول دكتور حسن خالد، ربنا يحفظك دكتور حسن، احنا سعداء بوجودك معانا دايما. من شباب لا الحقيقه شباب مشاركين. في انور لسه اضاف حاجه ثانيه، انور دايما يعني بيبهرنا بمعلوماته النظريه، فبيقول theoretically one exception in node of ventricular access pathway and every NRT. معرفش أول بقى لو عايز يقول يشرح اللي كاتبه، انا مش فاهم هو عايز يقول ايه. نعم العفو بروف، فقط لو وافقنا استاذ احمد بان الديلي بالاتريال اكتيفيشن يعني ثيوريتيكالي ممكن ان تحدث بالاي في ان ار تي ان باي ستاندرد نودو فنتركولار اكسسري باثوي. تمام،
عظيم جدا يا دكتور عمر. بص انا حقيقة مش هكذب عليك، انا عمري ما شفت حاله نوتوبروكتيك كده. احمد كمان من فضلك انا ليا تعليق بس صغير من غير مقاطعه ليك، مش عايزين نكومبليكيت الامور على الطلبه قوي كده، يعني خلينا يعني نبرمجهم النهارده بالحاجات الاساسيه. انا فاهم طبعا وجهه نظر حضرتك، هو بس الحكايه دي يعني سلاح ذو حدين، يعني فعلا الباس ويز دي مش موجوده. لا هي قصدها اللي كاتبه انور على كلامك يا احمد. لا انا قصدي على انور، يعني ان احنا طبعا نحيي دكتور انور على معلوماته، ان احنا كده هنلخبط زمايله اللي هم يا دوبك بيست اب المايك بتاعهم للمانوفر، زي ما احنا عارفين ان الكلام بس محمد في اخر بيقول لك احنا شفناه، احنا قدمناه في كونفرنس كبير وقدمناه من 8 سنين. محمد شفيق بيقول لك يعني نودو فاسيكولا من فاسيكولا، لا النودو فاسيكولا دي يعني از ان هيرد اوف، محدش يعني محدش شافها الصراحه. انا عمري مش انا ما اعرفش حد شافها ولا اعرف حد يعرف حد شافها. فلو جايز احنا بنميسك الله اعلم، بس هي اكيد انها اكيد فكون ان احنا نشوفها مع وجود اي بي ان ار تي ونقول ان دي باي ستاندرد نورو فنتريكولار، اي جس اتس بوسيبل ثيوريتيكلي، بس اتس براكتيكالي يعني ار نوت بوسيبل. شكرا جزيلا دكتور انور على مشاركتك، ويعني راي حضرتك مقدر تماما للكليه. طيب اوكي ماشي، انا عايز اكستند بس الكونسبت بتاع اللي كابلد اكسترا ستيمولس ده لكونسبت تاني في منتهى الاهميه، اسمه ايه؟ اسمه البريك سيتيشن اندكس. انا عايز حضرتك تتخيل معايا ان انا عديت مرحله الليد كابل دي، وبعدين قعدت اخلي الاكسترا ستيمولس ده مور بريماتشور، يعني كان 390 صح؟ انت فاكر ساعه ما ابتدينا قعدنا ننزل لحد ما وصلنا للريفراكتورنس ماشي. طيب افرض العيان ده ما عندوش اكسس تو باكوي، يعني العيان ده عنده اي بي ان ار تي مثلا، ها؟ هيبقى ايه الوضع؟ هيبقى ايه البيهيفير؟ اللي هيحصل في الاي بي ان ار تي يا جماعه هو ان الاكسترا ستيمولس اللي انا عمال انزل فيه ده مش هيعرف يخش السيركت بسهوله. ليه مش هيعرف يخش السيركت بسهوله؟ لان سيركت الاي بي ان ار تي بعيده عنه، بعيده جدا. تعالوا اوريك الاكزامبل ده. ده منظر الاي بي ار تي وده منظر الاي بي ان ار تي. الاي بي ار تي سيركت ماكرو صح؟ الفنتركل جزء منها. فالاكسترا ستيمولس بتاعي يقدر يخش السيركت دي بسهوله ويقدر يادفانس الايه بسرعه في الاي بي ار تي، خصوصا لو كانت سته. ده لدرجه انه بيادفانس الايه وهي الاكسترا ستيمولس ده اسم فاكتور، يعني فيري فيري ليت كابل صح؟ طب لو ده ليفت سايد باك واي برضه هادفانس الايه، بس مش وانا ليت كابلد، يعني هادفانس لما اقرب شويه، يمكن مثلا 350 ملي سكند او يمكن 300. ها طيب لو دي اي بي ان ار تي، لا ده انت اي بي ان ار تي دي سيركت بعيده خالص، ده انت عشان الاسم بتاعك يوصل لها ده انت جايز الليفل اوف بريماتيوريتي بتاعك يحتاج يوصل لرينج ال 220 و 230 قبل ما تبتدي البري اكسايتد اتريوم صح؟ اسمه ايه الكونسبت ده بقى يا جماعه؟ اسمه الكونسبت اوف بري اكسايتيشن اندكس. ايه البري اكسايتيشن اندكس ده؟ البري اكسايتيشن اندكس ده هو التاكيكارديا سايكل لينس، هنشيل منها اللونجست فنتريكولار اكسترا ستيمولس coupling interval that pre-excite the atrium. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو انا لما في الاكزامبل ده انا مش هبري-excite بس في وجود pathways، لا ده انا لو كنت very premature بالventricular extra stimulus بتاعي ده هقدر pre-excite the atrium عن طريق الايدي نود، بس لازم اجي بدري جدا،
لازم يبقى الكوبلنج انترفال بتاعتي فيري ايرلي. فعشان كده البري اكسايتيشن اندكس ده يبقى شورت ان رينج اوف 20 و30 و40 و50 مللي سكند لما يكون ام ديلينج ويز ان اي في ار تي، لان السيركت قريبه قوي هقدر ابري اكسايت بدري. فتاكيكارديا سايكل لينس ماينس الكوبلنج انترفال تبقى قصيره. طيب في الاي في ار تي الوضع، الوضع ان انا محتاج اجي فيري ايرلي بالاكسترا ستيمولس بتاعي عشان اعرف ابري اكسايت الاتريوم اكروس ذا اي في نودال اكسس. فلما اسبتراكت ال التاكيكارديا سايكل لينس واطرح منها التريجر اكسترا ستيمولس كابلنج انترفال ده هيبقى طويل جدا. انا عارف ان الكونسبت ده قد يكون كونفيوزنج شويه، بس انا عايزك تتصور ان احنا بنقلل الاكسترا ستيمولس كابلنج انترفال. لما هنبقى ديلينج وذ سيبتال اكسسوري باثويز هيبقى بري اكسايت بدري جدا لما كان الكابلنج انترفال بتاعي طويل، وبالتالي البري اكسايتيشن اندكس قصير جدا. انما انا عشان ابري اكسايت اي ان ار تي لازم اجي بدري قوي، لازم يبقى الكابلنج انترفال بتاعي 220 ملي سكند، وبالتالي البري اكسايتيشن اندكس هيبقى طويل، لان البري اكسايتيشن اندكس هو التاكيكارديا سايكل لينس مطروح منها الكابلنج انترفال. ماشي؟ I suggest that you look up pre excitation index in the original publication that was in the 70s وتقروا بهدوء، لانه الكونسبت ده محتاج نقراه مره واثنين وثلاثه. امال ايه دور اللي احنا بنقوله ده دلوقتي؟ دور اللي احنا بنقوله ده انه يفتح مواضيع، ومش هنفتح مواضيع عن رير ولا انكومن. ده المفروض انه افري داي براكتس في الاي بي لاب. اوكي؟ ماشي. فانا هيتأول فاست ذس فور ذا سيك اوف تايم. And I recommend that you read. بص يا دكتور احمد، في كومنت بس الدكتوره غاده ضياء دي اللي هي قالوا غاده ضياء اعتقد اللي داخله امتحان قبل كده او ولا سنه ثالثه. A long coupling interval PVC would not be considered a his refractory one. Correct. بتقولها correct ولا لا؟ دكتوره غاده، مش شرط ان his synchronous PVC هي longest coupling interval اللي هو اللي هم انا كنت بقول لك عليهم دول 390 و 380 على تكتيكات سايكل لينس 400. ال قد تكون لونج بس مش هيس ريفراكتوري. يعني الرينج بتاع 340 مثلا و 330 وكذا ده ستيل لونج كابلنج انترفال، انما مش هيس ريفراكتوري. صح؟ الشورت كابلنج انترفال بقى ده بقى اللي 220 و 230 وده اللي مش هيبري اكسايت الا فيري ليت. تمام؟ اوكي. في اي كومنتس ثانيه نرد عليها؟ لا، احنا بس احنا عندنا الساعتين ربع ساعه، فيعني ممكن ثلث ساعه كمان كده يا احمد. اوكي. انا هربت، انا ما اظنش ان في حاجه ثانيه. طب اوكي. ده انا اوريدي فاضل لي 2 سلايدز. هو بس اوكي ريت في ربع ساعه للكويزز، لان الكويزز هتكمل. اوكي. لا احنا عايزين كويز طبعا، كويز هام. تمام. طيب ده برضو التريسنج ده بيوري ترجمه للي احنا كنا لسه بنقوله. ايه اللي احنا لسه بنقوله؟ الاي بي ام ار تي دي سيركت بعيده عن البيسنج بتاعي، فاهمين؟ ان الاي بي ار تي دي سيركت قريبة جدا من البيسنج بتاعي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان علشان توصل للاي في ان ار تي سيركت لازم يبقى عندك ستيبل بيسنج فور كوايت سم تايم. وغالبا بيحصل ان البيسنج يبقى كله
من الاكتيفيشن بتاع الجاتشك كله من الكيسنج بتاعك قبل ما اقدر اوصل للسيركت، لان ببساطه هي سيركت بعيده. في حين ان الايدي في سيركت دي سيركت قريبه مني، فطبيعي جدا ان انا اوصل لها بسهوله واعمل لها اكسلريشن بسرعه، والكيسنج كونفجريشن بتاع الفنتركل يبقى هايبريد ما بين التاكيكارديا وما بين البيسنج اللي انا عامله، يعني يبقى فيه مانيفست فيوجن في السيرفيس اي سي جي. المانيفست فيوجن يتشاف في الاي دي ار تي ما يتشافش في الاي دي ان ار تي. طب تعالوا نشوف اكزامبل. طيب ده كيسنج، عايز الفت نظر حضراتكم ان احنا يا دوبك بالتريسنج ده يا دوبك ابتدينا التريسنج هنا اهو، صح الكلام؟ اول ما ابتدينا التريسنج ابتدى الاتريال سايكل لينس تبقى اكسلريتد للبيسنج سايكل لينس. الكلام ده يحصل في حالات الكيناري انترال تاكيكارديا. ليه؟ لان السيركت قريبه هخشها بدري واسرعها بسرعه ومش محتاج بيسنج فترات طويله عشان اخش جوه السيركت واسرعها. في حين ان اف وي ار ديلينج وذ اي دي ان ار تي زي الاكزامبل ده، انا ببيس من بدري صح؟ ووصلت للبيسنج ستيبل اهو ماشي؟ انما التاكيكارديا سايكل لينس بتاع الاتريوم لسه ما حصلهاش اكسلريشن. الاكسلريشن والاستابيليتي بتاع الاتريال بيسنج سايكل لينس، الاتريال سايكل لينس بيحصل ليه؟ ان كيسز اوف ميدي ان ار تي. الكونسبت ده هو نفس الكونسبت الثاني بس with a different way with looking at the thing. لما تكون ميدي ان ار تي سيركت بعيد عنك محتاج تاكتيفيتي الدومبريك كله وتفضل بيسنج ستيبل for some time قبل ما تاكسلريت الاتريوم. ودي اوبزرفيشن احنا كلنا بنشوفها في الاي بي لاب، لما تيجي تبيس اي بي ان ار تي تقعد تبيس شويه كويسين لحد ما الفنتركل تبقى اللي مع الاتريال سايكل لينس ياكسلريت عشان تقدر تشوف الريسبونس. انما الاي بي ار تي سيركت اللي قريبه منك تقدر تسرعها بسرعه مع اول 2 3 بيتس من البيسنج في الفنتركل هتسرعها. ولو بصيت على الفنتريكل وهي بتسرع هتلاقي فيوجن ما بين التاكيكارديا سيركت وما بين البيسنج اللي انت عامله. اوكي؟ اشكركم شكرا جزيلا. كانت رساله الدكتوراه بتاعت شفيق محمد شفيق؟ اظن شفيق بص على الحكايه دي. اظن انا ما رفضتش الاليكس وانا فاكراه. ايوه صحيح. شكرا. احنا هنقف عند كده طبعا، واظن ان احنا تغطينا الانتندد ليرنينج اوتكمز بتاعت التوك. لو في ربع ساعه يا ريت الدكتوره شيرين تورينا كويزز. في ربع ساعه اتفضل يا دكتوره. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور احمد.